راجل هيتكلم الأول وهيعرف عن نفسه كده. اتفضل يا أستاذ سهيل. شكرا سيدتي. أنا حقيقة أنا مسلم سابق، أنا كنت سني اعتنقت التشيع، أيضا 10 سنوات أنا كنت شيعي، وكنت يعني كنت على وشك أن أصبح طالب في الحوزة في قم في إيران، لكن في اللحظات الأخيرة يعني لحسن حظي أنا غيرت رأيي، والآن أنا أعتبر نفسي لا ديني. نعم تفضلي. تمام. طيب بما اني يعني ما لقناش حد ينظم المناظرة، فانا يعني برضو هحاول ان انا انظم، ولو حد حابب ان هو ينظم يا ريت، لو حد عايز يطلع معانا وينظم المناظرة يا ريت يقول لي، يكون افضل يعني عشان ما نشغلش بالتنظيم. حد يرضى ان هو يطلع معانا يكتب لي في التعليقات، ابعت له الرابط. اظن ما حدش عايز يطلع معانا. طيب احنا الوقت يعني انا هبدأ فتقريبا 3 يعني 3 دقايق اللي حاجة بسيطة يعني. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مناظرة النهاردة عن القرآن، وهل هو وحي من الله ولا كلام أو كلام بشر؟ طبعا يعني إنه مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي ألفه أو أيا كان يعني. وطبعا إثبات إن القرآن مش كلام ربنا ده يعني التحدي أصلا اللي صاحب القرآن نفسه أطلقه من ألف وأكتر من 1400 سنة، وهو بحسب إيماننا إحنا كمسلمين اللي هو الله سبحانه وتعالى، وبحسب طبعا غير المسلمين اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام ان هو اللي ألف القرآن. يعني المهم ان التحدي ده اطلقه صاحب القرآن ايا كان من صاحب القرآن ده، اطلق ايه بقى، اطلق تحدي متكرر لكل اللي بيشكك في مصدر القرآن وانه من عند الله سبحانه وتعالى. فمرة بيقول لهم مثلا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وفي مرة تانية بيقول لهم أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ومرة ثالثة بيقول لهم إيه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. تمام. طيب قريش بقى طبعا على مدار 23 سنة، منهم 13 سنة في مكة، وطبعا احنا عارفين ان الفترة المكية دي كان المسلمين فيها مستضعفين وما كانوش بيملكوا لأنفسهم ولا ضر يعني دفع ولا يعني ولا كان معاهم سلاح ولا كانوا بيحاربوا ولا أي حاجة خالص. ومع ذلك قريش رفضت وأبت ان هي تقبل التحدي ده. يمكن ما كانش عندهم الوقت ان هم يقبلوا التحدي، ممكن، بس كان طبعا عندهم وقت كتير وجهد كتير ومال كتير عشان يقتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام، افضل من ان هم يقبلوا التحدي. تحدي يعني ما كانش هيكلفهم غير بس ان هم يعني ما قاعدين حاطين رجل على رجل كده في التكييف يعني، انجاز التعبير. طبعا ما كانش في تكييف، انا بقصد يعني مجازا يعني عشان ما حدش يقول ايه ده بتقول ده كان في تكييف ايام الرسول. المهم ما مرضوش ان هم، او ما كانش عندهم وقت ان هم يقبلوا التحدي، لكن كان عندهم وقت وجهد ومال كتير ان هم يحاربوا الرسول عليه الصلاه والسلام. او يمكن ان هم يا جماعه كانوا بيستخفوا مثلا بالتحدي، قال لك ايه التحدي التافه ده سيبوه يكلم نفسه مثلا. لكن طبعا هم كانوا كمان مش بس بيستخفوا بالتحدي ده، كمان برضو كانوا بيستخفوا بالجهد وبالمال وبالأرواح اللي بذلوها وهم بيحاربوا الدعوة وبيحاربوا الرسول. طيب ممكن حد يسأل يعني يقول حاجة مثلا، يقدم اعتراض ويقول ايه، يقول طب ما هو ممكن يكون قريش قبلت التحدي فعلا وبالفعل قبلوا التحدي، لكن ده ما وصلناش عشان بيقولوا ايه، بيقولوا ان التاريخ بيكتبه المنتصرون زي ما بيقولوا.
اقول له انه لو كانوا اصلا قبلوا التحدي ما كانش الاسلام وصل لنا، ولا اصلا يعني مش بس ان هم مش بس كان هيوصل مش هيوصل لنا ان هم قبلوا التحدي ده، الاسلام نفسه ما كانش هيوصل لنا الا لو كنتوا عايزين تقنعونا ان قريش قبلت التحدي، وان الخبر ده وصل لاسماع الناس كلها وعرفوا ان قريش اتت بمثل القران، لكن مع ذلك استخفوا هم كمان بالخبر وما القوش له بال خالص، وكمان مش بس استخفوا بالخبر ده، استخفوا كمان بارواحهم وباموالهم، فمنهم بقى اللي مات من التعذيب في مكه، ومنهم اللي هاجر وساب كل حاجه ماشيا على الاقدام في الشمس الحارقه، وساب بقى بيئته اللي هو اتربى فيها وبيته وماله وتجارته في مكه كل ده، وهم عارفين ان قريش قبلت التحدي، او يمكن يعني ما عرفوش ان هم قبلوا التحدي، يعني ان قريش قبلت التحدي، واللي عرف بده بس هم كفار القرن 21 طبعا، يعني هم بيعرفوا كل حاجة. طيب انتوا لما بتقولوا او بتحاولوا انكم تنفوا ان القرآن من عند الله، او هو ان هو وحي إلهي، انتوا بكده اصلا بتثبتوا، من حيث اردتم ان انتوا تنفوا ان هو من عند الله، بتثبتوا ان هو من عند الله. فكل محاولة لإثبات بشرية القرآن ما هي إلا إقرار بأن القرآن كتاب سهل التأليف، وأن الإتيان به أو بمثله أمر هين، وأن القضاء على الإسلام في مهده وفي أو يعني في الساعات الأولى من ظهوره كان حاجة سهلة ويسيرة، مش عسيرة على الإطلاق. ويعني أنتم بكده بتحطوا نفسكم في مأزق. إيه هو المأزق ده؟ المأزق ده بصراحة ما فيش منه خروج. المأزق ده أن أنتم تقدموا تفسير يعني مقنع للفشل، اللي يعني فشل قريش في قبول التحدي، او انها على الاقل رفضت التحدي. طيب يعني العرب او قريش وقفوا عاجزين عن انهم يقبلوا التحدي، والغرب وقفوا، يعني العرب وقفوا عاجزين والغرب وقفوا مذهولين قدام بلاغة وإعجاز القرآن. فعندنا مثلا البلاغة دي والإعجاز ده شهد له العديد من المستشرقين والأدباء الغربيين، زي مثلا المستشرق الفرنسي ريجي بلاشير في كتابه القرآن، قال إلا أن القرآن ليس معجزة بمحتواه وتعليمه فقط، إنه أيضا ويمكنه أن يكون قبل كل شيء آخر تحفة أدبية رائعة تسمو على جميع ما أقرته البشرية وبجلته من التحف. الأديب والشاعر النصراني أمين نخلة في المؤلفات النثرية قال: ما قرأت في القرآن قط وتلقتني تلك الفصاحة من كل جهة، وشهدت ذلك الإعجاز الذي يطبق العقل، إلا صحت بنفسي إنجي ويحك فإنني على دين النصرانية. مارتن آر زمت في كتابه A Comparative Lexical Study of قرآن عربيك أو قرآنك عربيك، بيقول: على الرغم من التميز الأدبي لبعض القصائد الطويلة قبل الإسلام، إلا أن القرآن بالتأكيد على مستوى خاص به باعتباره أبرز ما كتب باللغة العربية. إدوارد هنري في كتابه ذا قرآن بيقول: ليس من المستغرب أن أفضل الكتاب العرب لم ينجحوا أبدا في إنتاج أي شيء مساو للقرآن في التميز. المستشرق إدوارد مونتيه بيقول: القرآن فيه بلاغة سامية لا يمكن ترجمتها، وقال: الذين يعرفون القرآن باللغة العربية سيوافقون على الاحتفاء بجمال هذا الكتاب الديني وروعته التي تعجز جميع الترجمات إلى اللغات الأوروبية عن نقلها والتعبير بها. كمان الصموئيل بن يحيى كان عالم بالتوراة والهندسة والرياضيات والفلك والطب والتاريخ، وكان والده حبر يهودي وشاعر كبير من شعراء الأندلس، وكتب كتاب اسمه بذل المجهود في إفحام اليهود، بيتكلم فيه عن سبب إسلامه، فبيقول: فإني كنت لكثرة شغفي بأخبار الوزراء والكتاب قد اكتسبت بكثرة مطالعتي لحكاياتهم وأخبارهم وكلامهم قوة من البلاغة ومعرفة بالفصاحة، وكان لي في ذلك ما حمده الفصحاء وتعجبت منه البلغاء، وقد يعلم ذلك عني من تأمل على كلامي في بعض الكتب، فشاهدت المعجزة التي لا تباريها الفصاحة الأدبية في القرآن، فعلمت صحة إعجازه. طيب الشهادات دي اللي هم المستشرقين،
الشهادات دي سبقتهم سبقهم فيها اللي عصره الرسول عليه الصلاة والسلام، زي مثلا الوليد بن المغيرة اللي قال عن القرآن: والله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم بزجره ولا بقصيده ولا بأشعار الجن مني، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، والله إن لقوله حلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وإنه لا يحطم ما تحته. وكمان أبو ذر الغفاري بيروي قصة إسلام أخوه اللي هو أنيس، فبيقول إنه أخوه ده ذهب إلى مكة وعاد، فقال لأبي ذر: لقيت رجلا بمكة يزعم أن الله أرسله، قلت: وما يقول الناس؟ يعني أبو ذر ده بيسأله، قال: يقولون شاعر وكاهن وساحر، وكان أنيسا أحد الشعراء، فقال: لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. وعندنا طبعا عتبة ابن ربيعة بعد ما ذهب يسوم الرسول عليه الصلاة والسلام على ترك دعوته، قرأ عليه الرسول آيات من سورة فصلت، فلما عاد عتبة لأصحابه قال بعضهم لبعض: نحلف أنه عاد بغير الوجه الذي ذهب به. ثم قال لهم عتبة: معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله هذا نبأ. طيب القرآن كلام الله. طيب أنا المفروض إن أنا جاي أثبت إن هو كلام الله، وطبعا يعني اللي أنا قلته ده كله برضو في إثبات، بدليل إن المستشرقين أنفسهم اعترفوا ببلاغة القرآن، وقبل المستشرقين اللي عصروا الرسول عليه الصلاة والسلام، زائد طبعا التحدي اللي أنا ذكرته في الأول واللي قريش رفضت إن هي تقبله، والمفروض إن إحنا عايزين نعرف ده هي رفضت إيه السبب في كده. طيب القرآن كمان كلام الله لأسباب تانية، زي مثلا إيه؟ زي احتوائه على نبوءات وتحديات ووعود أخبر عنها ووقعت زي أو تحققت زي ما أخبر بالضبط، زي مثلا إخباره عن إن الروم هتنتصر في بضع سنين، برغم ان كل المعطيات بتاكد ضعف الامبراطوريه الرومانيه وبتنذر بسقوطها، ولكن بعد 9 سنين بيتبدل الحال وبتتبدل الظروف وبتستعد الامبراطوريه الرومانيه قوتها وبتهزم الروم الفرس، غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. كمان اخباره عن ابي لهب انه هو هيموت على الكفر: تبت يد ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامراته حملت الحطب في جيدها حبل من مسد. السؤال ان ممكن حد يقول ايه انه ابو لهب مثلا ما كانش عايز يسلم، هو السؤال مش ان ليه ابو لهب ما اسلمش، السؤال منين الرسول عليه الصلاة والسلام جاب الثقة دي كلها او جاب المجازفة دي كلها ان ابو لهب مش هيحن قلبه في وقت في يوم من الايام ويسلم، بدليل ان في ناس عتاولة او يعني كانوا مثلا يعني كانوا من اعتى المحاربين والكارهين للاسلام، زي مثلا ابو سفيان وعمرو بن العاص وعمرو بن الخطاب واسلموا. طب الرسول جاب منين الثقه دي كلها ان ابو جهل مش هيسلم في يوم من الايام؟ وكان ممكن ساعتها حتى لو ابو لهب قالها على سبيل الكذب كانت انتهت الرساله وانتهى كل شيء. طيب كمان أخبر عن فتح مكة: وإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إخباره عن موت الوليد على الكفر برضو وإنه هيختم على أنفه، واتختم فعلا في يوم بدر زي ما قال ابن عباس، وزي ما مات على الكفر برضو. طب السؤال جاب منين الثقة إن الوليد برضو لن يؤمن ولو حتى نفاقا؟ طيب في السنة برضو، بما ان احنا ما بنفصلش القرآن عن السنة او السنة عن القرآن، وده كله بيصب في نفس يعني في نفس الهدف، ان احنا بنثبت ان طالما في نبوات اتحققت في السنة يبقى اللي قال النبوات ديتي او النبوات ديتي رسول، وبالتالي الكلام اللي هو قاله ده كلام من عند الله ووحي الهي، زي مثلا اخباره عن فتنة عثمان. طيب انا على فكرة خدت او 3 دقايق فوق وقتي، فانا هكتفي بهذا القدر، معلش. شكرا. كنت تفضلتي خلال 12 يعني خدت قول 13 دقيقة او يعني 13. أيوة. انا ممكن اتكلم يعني 10 دقائق ما عندي معنى. اولا اوكي شكرا، ممكن ابدا؟ تمام اتفضل.
شكرا. أولا القول أن القرآن كلام معجز هو أولا ادعاء بدون دليل، والواقع يشهد بذلك، بدليل أن النبي محمد لم ينشر الدعوة عبر القرآن، على العكس، محمد كان النبي الذي جاء بالقرآن ومعه سيف، يعني الرجل لم يكن يعني يذهب ويقنع الناس بالقرآن وبالتالي يؤمنون بدعوته هذه. الذي حصل هو العكس تماما، وهو أن محمدا يعني أجبر الناس على الإيمان بهذا القرآن. تخيلوا معي أن هناك رجل يدعي أن هناك كتابا إلهيا في الصين، وأنك أنه كتاب بليغ للغاية، وبالتالي علينا أن نؤمن به، وإلا أننا جميعا سنذهب إلى جهنم. يعني كم من العمر نحتاج لكي نستطيع أن ندرس هذا الكتاب الصيني؟ يعني كم كلمة صينية نعرف نحن الحاضرين في هذا الاستوديو وكل المشاهدين الحاضرين معنا؟ كم كلمة من هذه اللغة نعرف؟ لا شيء، تقريبا صفر. لذلك أنا أقول أن ادعاء الإعجاز، وخصوصا أن القول أن الإسلام دين عالمي، هو فيه إشكال. لو كانت المقولة أن هذا الدين هو للعرب فقط، أنا كنت سأقتنع أنه قرآن عربي للعرب وتنتهي المسألة، ولكن المسألة هي أن هذا الدين يدعي أنه صالح لكل زمان ومكان، وهذا ادعاء غير صحيح، بدليل أن القرآن نفسه لم يعصم الصحابة من أنهم قتلوا بعضهم البعض. يعني حروب الصحابة وصراع، يعني مقتل عثمان وحرق المصاحف ثم حرب صفين، و وحتى جيل التابعين قضوا حياتهم في معارك طاحنة. فالقرآن لم يأتي بأي شيء إيجابي. هذه النقطة أولى. النقطة الثانية، تحدي القرآن لقريش هو تحدي غير قائم أو غير ناجح أو غير منطقي، لأنهم من سيكون الحكم؟ يعني حتى لو كانت قريش قبلت هذا التحدي وجاءت بألف آية، لكان محمد بكل بساطة قال أن قرآني أبلغ من كلامكم. يعني والدعاء فشل قريش في تحدي القرآن يأتي من المصادر الإسلامية، والمصادر الإسلامية هي يعني هم ناس يعني يؤمنون بالقرآن. يعني تخيلوا مثلا معي أن يأتي مسيحي ويقول لنا أن يشوع هو الإله الحقيقي والدليل موجود في الأناجيل، كيف نصدق الأناجيل وقد كتبها مسيحيون؟ نفس المسألة مع الإخبار عن بلاغة القرآن وتحديه لقريش. كل هذا التحدي منقول من مصادر إسلامية، لا يوجد لدينا كتاب واحد تركه لنا يعني القريشيون فلنفترض، ونرى تحديهم كيف تحدوا القرآن، لا يوجد نص واحد يثبت هذا الكلام. النقطة الأخرى أن القرآن بشري 100%، بدليل أن هناك ناسخ ومنسوخ في القرآن، يعني أن القرآن نفسه كاتب القرآن يغير أحكامه ويغير شريعته ويغير أحكامه، وحتى أحيانا يأتي بآيات لا داعي لها، مثلا لا حرج عليكم أن تأكلوا في بيوتكم، آية طويلة عريضة فقط يقول أنه حلال أن تأكلوا في بيوتكم. يعني هي ليست مسألة أصلا، يعني أين يأكل الناس؟ يعني يروحون لمكدونالد أو KFC مثلا؟ يعني تخيلوا، يعني شيء غير منطقي.
الأمر الآخر هو أن هذا القرآن لا يصلح لهذا الزمن أبدا. يعني خذي أبسط آية، الآية التي تقول أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء، يعني تصوري إله هو خالق السماوات والأرض وعالم الغيب والشهادة، ومع ذلك يضع الغائط أو النجاسة قبل النساء. يعني هكذا يعامل هذا القرآن المرأة، المرأة التي ينبغي أن تكون أكرم كائن موجود. يعني المرأة هي مصدر الحياة، وأنت يا سيدتي أنت يعني أعرف بذلك حيث أنك أنثى وامرأة ربما أو أنثى. فيعني كيف بإله أن يضع الغائط حتى في ترتيب الكلام؟ لو كان كلاما بليغا لما كتبه بهذه الفجاجة والفظاظة. الأمر الآخر أن هذا القرآن يحث على الكراهية، يعني ويقفز من موضوع إلى آخر. أنا أرى حتى أنه التوراة ورغم كل خرافاتها، التوراة أجمل من القرآن، لأنه على الأقل في التوراة هناك قصص وأحداث كاملة مكتملة، لها بداية ولها شخصيات ولها هدف ولها نهاية. بينما في القرآن نجد القرآن يقفز من قال موسى لقومه كذا وكذا، وفجأة يأخذنا إلى الكفار والمشركين، ثم يذهب إلى خلق السماوات والأرض، ثم ينزل إلى النباتات، ثم فجأة يعني كتاب فيه كثير من الخلط ويعني هدر للمنطق العقلي. يعني وكأن كاتب القرآن لا يحترم المنطق العقلي للإنسان. النقطة الأخرى المهمة التي يجب أن ننتبه لها أن هذا القرآن نفسه يقول لنا في كثير من الأحيان أنه لا يعلم المستقبل. يعني عندما يتحدث عن موت النبي محمد يقول مثلا أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. طيب إذا هذا إذا يعني لو كان هذا إله، لماذا وضع لنفسه خيارين أفإن مات أو قتل؟ طبعا لكي يعني يضمن أنه إذا حصل أي من الحادثين أن يكون صادقا، وإذا يعني لماذا لو يعني لو والله يعصمك من الناس، نفس القرآن يقول والله يعصمك من الناس، ومع ذلك تردد في أن يقول هل سيموت محمد ميتة عادية أو أنه سيقتل. الأمر الآخر هناك آية أخرى تقول مثلا إن شاء الله لحظة واحدة، الآية التي تقول لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. طيب كيف للإله أن يقول إن شاء الله؟ يعني إذا كان هذا الإله بالفعل يعلم المستقبل لما قال إن شاء الله؟ لكان قال أنه هذا أمر سيحصل بالتأكيد وبشكل قطعي، ولكنه أضاف عبارة إن شاء الله لأنه غير متأكد. كاتب القرآن مش متأكد هل هو يعني هذا سيحصل أو أنه لن يحصل. فملاحظتي الأخيرة، أنا تقريبا انتهت 10 دقائق، أنا أود أن أقول أنه علينا أن نعود إلى المنطق، لأن أغلبنا يؤمن بهذا القرآن وراثة. أنا عندما آمنت بهذا القرآن آمنت به وراثة، أنا أكملت قراءة القرآن كله وعمري 7 سنوات. يعني تخيلوا 7 سنوات أدخلوا في دماغي أن هذا كتاب إلهي، ولا يوجد إنسان يولد مسلم أو مسيحي أو يهودي. نعم تفضلي.
طيب انت الاول اتكلمت عن قلت ازاي ان هو ما جاش بالبلاغه ولا كده، مش عارفه بصراحه يعني، انا ما جبتش، انا حتى لما بدات باراء المستشرقين، قلت ارائهم يعني، حضرتك تجاهلت الاراء دي، مش عارفه يعني هم مثلا خدوا رشوه مثلا ولا ايه عشان يقولوه. قلت ان هو اتى بالسيف، واجبر قريش على الايمان بهذا القران بالسيف، امتى حضرتك الكلام ده؟ في اي فتره يعني اجبرهم؟ يعني تجاهلت تماما الفتره المكيه اللي هي 13 سنه، اكتر كمان من الفتره المدنيه، وكان فيها المسلمين مستضعفين. فانا بس انا سالتك في الاول، قلت لك يعني هم عارفين ان قريش قبلت التحدي ومع ذلك خاطروا بحياتهم في مكة، وقبلوا ان هم يتعذبوا كذا وكذا، وقبلوا ان هم يسيبوا بيوتهم، وكان ساعتها ما فيش سيف يعني. فازاي بتقول لي مين الحكم في التحدي؟ هم قريش نفسهم الحكم. بتقول لي ما جي... مش هيجي لنا الفشل، مش هيجي لنا الفشل، لان او يعني مش هنعرف يعني يعني اللي وصل لنا المصادر هيقول لنا ان قريش فشلت. قلت لك اصلا ما كانش هيوصل لنا القران عشان يوصل لنا نتيجه التحدي ايه، ما كانش هيوصل لنا القران اساسا، ما كانش هيوصل لنا الاسلام يعني. ما حدش في الوقت ده يعني ايه الدافع ان انا الوقت حد عمل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جه عمل التحدي ده، وفي ناس بتتعذب ومستضعفة في مكة، وبعدين هم نفسهم يعني هو بيقول لهم اهو عشان تثبتوا ان ده مش كلام ربنا، هاتوا زيه، ودول اعلى من الناس باللغة العربية وبدهاليزها وكذا وكذا، فايه اللي يجبرهم ان هم يقعدوا 13 سنة ولا عارفين ان هم هيمسكوا سيف بعد كده، ولا عارفين ان هم هيعملوا الكلام ده كله؟ وبعدين كان يعني فين الرسول عليه الصلاة والسلام اكبر الناس ان هي تدخل الاسلام؟ ده لما دخل مكة، فتح مكة، قال لهم كل حاجة، قال لهم كل الاختيارات، ادخلوا بيت يعني من دخل بيت ابي سفيان، من دخل المسجد، من دخل بيته، وما قال لهمش من دخل الاسلام، يعني قال من دخل في كل حتة الا الاسلام. ففين اجبرهم على الدخول بالسيف؟ بتقول صراع الصحابه وكذا، حتى صراع الصحابه دليل على نبوة الرسول، لان صراع الصحابه برضو الرسول عليه الصلاه والسلام اخبر به، لا تقوم الساعه حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكونان بينهما مقتله عظيمه ودعوتهما واحده. وكمان قال لسيدنا عثمان في ان هو انبأه يعني عن فتنه عثمان، وقال له إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا، فإن أراد المنافقون أن يخلعوك إياه فلا تخلعوا حتى تلقاني، وقالها له 3 مرات. وكمان أنبأ من ضمن برضو اللي أنبأ منه في السنة، قال أنبأ إنه الحسين هيكون سبب في الصلح بين الطائفتين، أو الحسن كان جنبه في على المنبر ونظر إليه وقال ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين، وتنازل عن الخلافة لسيدنا معاوية بعد موت أبيه، وكان سبب في الصلح. فحتى الاقتتال ده دليل برضو نبوة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أنبأ به. قلت إن في القرآن ناسخ ومنسوخ، وان ده دليل على ان القرآن مش من عند ربنا. النسخ والمنسوخ دليل على ان على ان كاتب يعني صاحب القرآن ده عارف ازاي يتعامل مع البشر. انت لو رحت للدكتور، لو رحت للطبيب وعندك مشكلة معينة وبيدي لك علاج في وقت معين، وبعد كده لما بتروح له في الإعادة تاني مرة بيقول لك وقف العلاج ده وخد علاج تاني، فلما تقول لي ان الدكتور ده مش عارف حاجة ودكتور فاشل لأنه بيغير العلاج بتاعه، يبقى هقول لك ساعتها إن أنت اللي عندك مشكلة في التفكير، لأن الدكتور عارف إن العلاج هيفيدك في المرحلة دي في الوقت ده، وبعد كده خلاص ما عادلوش لازمة والمفروض تاخد علاج تاني. فده باختصار خالص الناسخ والمنسوخ. فما ينفعش ربنا أول ما يؤمر مثلا الناس، أول كده ما أجي مثلا أنت دخلت الإسلام، أنت ناوي تدخل الإسلام طول عمرك بتشرب خمرة مثلا، اجي اقول لك ايه ما تشربش الخمر، خلاص انت خدت الاسلام ما تشربش الخمر، يبقى كده القران مش كلام ربنا اصلا، يبقى كده بثبت ان القران مش كلام ربنا، لان التدرج في العلاج، التدرج في العلاج يعني التدرج في العلاج دليل على يعني دليل على ان الطبيب ده طبيب شاطر بيعرف امتى يديك ايه. فالتدرج برضو في الاحكام دليل على ان اللي اتبعت الكلام ده ربنا مش حد تاني. طيب خلينا برضو ندخل على انت بتقول فان متى او قتل، الكلام ده كان في معركه
أحد لما الصحابة يعني حصل بينهم هلع وكده لما سمعوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام مات، فهو بيقول لهم يعني إن مات ولا اتقتل كده ولا كده. مش هنا بيتكلم عموما، يعني مش بيقول لهم، مش الآية دي ما نزلتش كده من غير سبب، نزلت لأن الصحابة خافوا لما لو الرسول عليه الصلاة والسلام إن يكون مات وكده وحصل بينهم هلع ودب يعني القلق في صفوفهم وكذا، فربنا بيقول لهم يعني إذا مات أو اتقتل خلاص. ده مش دليل إن هو ما يعرفش النتيجة أو هو هيموت إزاي. طيب القرآن كمان كلام ربنا علشان بيحتوي على تحديات كتير، زي مثلا إنه تحديه لليهود ان هم يتمنوا الموت مرتين مش مره واحده. طب لو كانوا اليهود يتمنوا الموت، واكيد طبعا كانوا هيطلعوا بقى يقولوا ده على الملأ، ويا يا مسلمين احنا هم نتمنى الموت وكذا وكذا. ايه برضو اللي كان هيخلي المسلمين يعني الناس لسه ساعتها تفضل على ايمانها؟ في نقطه برضو ان انت بتقول السيف وما السيف. طب انا برضو عندي سؤال سألته ونفسي إن حد يجاوبني عليه، هل الرسول عليه الصلاة والسلام يعني اديني اسم معركة، اديني اسم معركة واحدة للرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحارب فيها وكان عدد المسلمين أكتر من المشركين، أو كانوا بيستعملوا آلات وحاجات ما كانش المشركين بيستعملوها، فيعني أو ك يعني كانوا أقوى من المسلمين من حيث التجهيز، من حيث يعني التسليح، من حيث أي حاجة. اديني اسم معركة وقول لي بقى يعني اديني سبب ان المسلمين كانوا بينتصروا كل مرة، اديني سبب ان هم في غزوة الأحزاب الكل من حواليهم من كل ناحية وكل حاجة فوقهم، ويعني خلاص وبلغت القلوب الحناجر وخلاص المسلمين ساعتها، يعني حتى المنافقين بيقولوا ايه من ضمن برضو الحاجات اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بتثبت نبوته، انه المنافقين قالوا ان احدنا مش لا يأمن على نفسه ان هو يذهب الى الغائط ومحمد بيوعدنا بملك كسرى، وقد كان من ضمن برضو النبوءات ان هو وعدهم بملك كسرى، زي في مثلا الحديث اللي بيقول او الرواية اللي بتقول ثانية واحدة اجيبها. بيقول لك ايه بقى؟ فلما كان جاءت غزوة الأحزاب كان المنافقون بيقولوا ايه؟ يعدنا محمد يعدنا ملك كسرى وان احدنا لا يامن على نفسه الذهاب الى الغائط، وبالفعل اتحقق الوعد وهزم المسلمين الاحزاب، وبالفعل ملك المسلمين كسرى وخدوا ملك كسرى. فيعني برضو في احاديث صحيحه عن ان المسلمين فتحوا كسرى، زي مثلا الحديث اللي رواه حدثنا أخبرنا عبد الواحد المليحي حدثنا أحمد بن عبد الله إلى آخر السند، بين أنا عند رسول الله إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فقال فشكى إليه قطع السبيل، فقال يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أراها وقد أنبئت بها. قال فإن طالت بك حياة فلترين الظعين ترحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحد إلا الله. قلت بيني وبين نفسي فأين دعار الذين سعروا البلاد؟ ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت كسرى ابن هرمز؟ قال كسرى ابن هرمز. لئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. قال عدي فرأيت الظعين ترحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف إلا الله، وكنت ممن افتتح كنوز كسرى. وطبعا في وعود كتير بس انا خايفه الوقت. بس ايه من مثلا الحاجات برضو اللي الرسول عليه الصلاه والسلام او القران وعد بيها، انه وعدهم بهزيمه الكفار وهم في مكه، ولا كانوا لسه عارفين اصلا ان في حرب، لدرجه ان لما نزلت فسيهزم الجمع ويولون الدبر سيدنا عمر بن الخطاب قال اي جامع؟ جامع ايه؟ هو في حاجه اصلا؟ ولما حصل غزوه بدر قال عرف ساعتها الايه دي بتتكلم عن ايه. زي مثلا الاستخلاف في الارض، الاستخلاف في الارض برضو وعد ربنا بالمسلمين بالاستخلاف في الارض، حصلت الخلافه الاسلاميه، كان يعني العصر الذهبي لم يطلق على اي مرحله اي حاجه في الدنيا الا الخلافه الاسلاميه، العصر الذهبي للاسلام. مثلا من ضمن الحاجات برضو ان مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام تحدى اليهود
اللي هم ايه المسيحيين النصارى، تحداهم بالمباهله، تحداهم بالمباهله، فقال ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. المهم ان هو فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين. السؤال، لو هم النصارى على يقين ان ما فيش نبي هيجي اسمه محمد وان هو مجرد شخص مدعي وان كتبهم ما بشرتش خالص بمجيء نبي اسمه محمد، ايه اللي منعهم ان هم يقبلوا المباهله؟ كون ان هو شخص مدعي ده معناه ان هو بيعرف بما لا يعرف، وان هم بالتاكيد اعلم بما في كتبهم منه. لو كانوا قبلوا التحدي كانت هتبقى فرصه عظيمه عشان يقتلوا الرسول عليه الصلاه والسلام معنويا ويثبتوا ان هم على ثقه ان هو مش رسول من عند الله، ولكن هم خافوا. فممكن حد يقول لي مثلا ان الوقت انتهى، اتفضل. شكرا. دقيقة وعشر ثواني كمان زيادة. نعم أوكي، ممتاز. أنا سأتكلم تقريبا عشر دقائق أو أقل. الحقيقة أنه أولا أنت لم تردي على الحجة التي جئت بها، وهي أنه القرآن ليس كلاما بليغا، بدليل أن البلاغة هي ذوق شخصي. يعني هناك من سيقرأ قصيدة مثلا مسرحيات شكسبير فيراها كتابة رائعة، ولكن يأتي أديب آخر ويقول أنها يعني مسرحيات سخيفة. الأدب والبلاغة شيء ذوقي، لا يوجد مقياس فعلي لشيء اسمه معجزة بلاغية. يعني خرافة أن القرآن هو معجزة بلاغية يعني حتى أحيانا تضحكني. يعني تخيلي المثال الذي أتيت به في البداية في أن هناك كتاب بليغ باللغة الصينية، من الناس يستطيع أن يعرف ما هي البلاغة باللغة الصينية؟ لا أحد يستطيع. يعني تخيل الآن أن القرآن يقول عن نفسه أنه بلاغ وأنه مبين، أنه كتاب مبين فيه بيان كل شيء، ومع ذلك لدينا عشرات المجلدات إن لم يكن مئات المجلدات في تفسير هذا النص. طيب إذا كان كتابا بليغا وواضحا، لماذا نحتاج إلى كل هذه التفاسير؟ وثانيا، القرآن واضح البشرية، لأن كما قلت هو لا يأتي بأي شيء جديد. أنا أتحدى المسلمين جميعا الآن أن يأتوا بآية واحدة فيها عمق فكري، فيها عمق فكري وفلسفي. كل آيات القرآن هي آيات بسيطة يفهمها أي شخص حتى الطفل. يعني مثلا أعطيكم مثال الخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، يعني ما الجديد في هذه الآية؟ أو مثلا يقول لهم أعين لا يبصرون بها وأذان لا يسمعون بها، ما هو هذا المنطق؟ وأيضا حتى يخالف المنطق العلمي، يعني عندما يقول لهم قلوب يعني يفهمون بها، يعني القرآن يضع القلب على أنه مصدر الفهم، وهذا كلام غير صحيح، لأننا نحن نعرف أن العقل والدماغ هو مصدر المعرفة وليس القلب. أوكي، يعني فلأتي بآية، لحظة واحدة، الآية التي مثلا الآية مثلا لحظة واحدة. على كل، يعني أنا وجدت أن هذه الآيات هي غير مقنعة، يعني لا تقنعني هذه. أنا أجد حتى أن كتابات الجاحظ مثلا هي أجمل من القرآن. افتحي أي كتاب
أو مثلا كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني، كتاب رائع وممتع، يعني لا يمل قارئه، لا يمل. ولكن القرآن ممل، ممل بصراحة، يعني يقفز من مسألة إلى مسألة، من قصة إلى قصة. ومسألة الناسخ والمنسوخ إجابتك للأسف لم تكن مقنعة، لأنه المفروض أن هذا الإله هو عالم الغيب، هو عارف بالمستقبل، يعرف ما سيحصل في الغد، وبالتالي كان بإمكانه أن يقول مثلا قم بتطبيق هذه الآية 4 سنين أو 5 سنين وبعدها سأعطيك آية أخرى، ولكنه كان يأتي بالآيات بشكل مفاجئ، الناس لا تعرف، وأحيانا كان يغير رأيه. يعني عندما سأله الأعمى، يعني أو قد سمع الله قول التي، يعني الله هو يتحاور مع البشر وكأنه إنسان، وهذا دليل واضح أن القرآن هو كلام بشري وكتبه إنسان. ويعني هذا كلام منطقي، بدليل أنه عندما مات محمد لم يكن هناك مصحف، لم يوجد مصحف. المصحف حصل أنه عندما خاف عمر وأبو بكر من ضياع القرآن، قرروا يعني وجمعوا الصحابة وجاءوا بالآيات وجمعوها. طيب لو كان هناك مصحف، لماذا خافوا من ضياع القرآن لو كان هناك مصحف واحد؟ ولماذا احتاجوا إلى شهود؟ يعني كل آية يأتون بها يأتون بشهود، يعني أي إذا هذا الذي يترك أمته يعني في كل هذه الشبهات، يعني الكم الهائل للشبهات، هو دليل آخر على أن هذا القرآن هو كلام بشري. وكما قلت أن التوراة وكتب اليهود هي أجمل بكثير من القرآن، هي منطقية، هي متناسقة، تستطيع أن تناقشها. هناك بداية مثلا وهي دليل على أن محمد أخذ المسألة شفاها، ولهذا نجد أن كل ما ورد في القرآن كل التفاصيل موجودة، إما في التوراة وإما في الخرافات التقليدية اليهودية. وهناك قراءات سأنشرها قريبا جدا عن الأصول اليهودية للقرآن والأحاديث أيضا. حتى هذه الأحاديث البخاري ومسلم كلها موجودة في التراث اليهودي الشعبي وفي التوراة، وهي تبدو نصوصا غامضة. إلى أن نقرأ التوراة والخرافات اليهودية حينها نعرف مغزى هذه القصص، ولماذا كثير من هذه الآيات يعني غامضة المعنى. يعني عندما قال إخوة يوسف عنه إن كان قد سرق فقد سرق أخوه من قبل، طيب لماذا اتهموا يوسف بالسرقة؟ هذه الآية لا تفسير لها إلا إذا راجعنا التوراة، حيث تقول أن أم يوسف وبنيامين سرقت أصنامها عندما هاجرت مع زوجها، أخفت الأصنام وهاجرت مع زوجها وهي تحمل الأصنام التي كانت تعبدها مع قومها. عندما تقرأ الآية، الآية غير مفهومة إلا إذا ربطناها بالتوراة. طيب يعني هذه أيضا مشكلة، إذا لم يستطع الله أن يحفظ التوراة، وكما يقول المسلمون اليوم أن التوراة محرفة، فكيف تدعوننا أن نؤمن بالقرآن ونحن سنقول أنه أيضا يحتمل أنه تم تحريفه؟ وهناك رجل دين شيعي مشهور اسمه العلامة النوري ألف كتابا كاملا اسمه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب،
يأتي فيه بأدلة وبالتفصيل عن تحريف القرآن من القرآن نفسه ومن السنة ومن التراث الإسلامي السني والشيعي، وليس فقط الشيعي، التراث السني الشيعي على حد سواء. هذه مداخلتي، شكرا، تفضلي. سيدتي هل أنت معي؟ تمام. بقول لك انت قلت كلام كتير، وانا الحاجات اللي انت يعني قلت يعني اللي انا رديت عليها مش هرد عليها تاني، يعني لعدم تضييع الوقت. بس انت قلت حاجة حلوة قوي، قلت ان اليهود كتاب اليهود او كتب اليهود اجمل. طبعا اجمل طبعا، بما ان فيها ما اجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، ودوائر فخذيك، ولا مش عارفة بطنك وسرتك، ولا انا اختي مش عارفه لها ايه ولا ملهاش ايه، هنعمل ايه يوم ان تخطب، ويعني نبت ما اعرفش ايه ونهد، يعني الحاجات الجميله ديت. يعني اللي انا هذه بصراحه ليست توراة يا سيد، هذه مش توراة، هذا انا كتاب، كتاب نشيد الأناشيد، صح؟ يعني مش يعني يعني يا ريت ما انا بقى ممكن أسألك سؤال، ما هي التوراة؟ هل تعرفين ما هي التوراة؟ في مداخلتك رد علي، في مداخلتك رد علي. تمام. اوكي، تفضلي تفضلي. نعم، المهم حضرتك يعني بتقول ان هو مش اجمل، وبعدين بتسالني مين اللي كان، مين اللي هيحكم، فانا جبت لك الحكم من المسلم، يعني من قريش نفسهم، وكمان من المستشرقين. يعني ما اعرفش بصراحه اجيب ايه اكتر من كده. بس لفت نظري ان حضرتك قلت ايه، انه إيه لهم قلوب لا يفقهون بها، دي يعني حاجة ضد العلم، فطبعا كلام بدليل ان ده مش كلام الله سبحانه وتعالى. مع ان سبحان الله في مقال بعنوان، او في مقال يعني نشرته الباحثة لورا ساندرس، اللي هي الحاصلة على الدكتوراه من جامعة من في البيولوجيا الجزئية في جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجلوس، قالت فيه في المقال ده، كان على موقع ساينس نيوز، بيقول إنه تم اكتشاف شبكة عصبية مكونة من 40,000 من 40,000 خلية عصبية متخصصة في القلب، مسؤولة عن إعطاء الأوامر أو إرسال الأوامر للدماغ، وتقع أعلى القلب، وتسمى العقل الصغير، تسمى الإيه؟ العقل الصغير. طيب، فده طبعا دليل إن القرآن برضه هو اللي سبق العلم لمعرفة إن القلب فيه عقل. قلت إيه تاني؟ اسمح لي بس أدور على الشبهات بتاعتك، استنوا بس عشان أنا إيه مش عارفة أنا كتبتهم فين. بسم الله الرحمن الرحيم، انا كتبتهم عندي مش عارفه اتصرفت انا اللي انا كتبتهم فيه. طيب، قلت برضو انه رجعت برضو تتكلم عن النسخ والمنسوخ، انا رديت عليه ما اعرفش بصراحه ايه الفكره ان هو يقول لهم خدوا ده وبعد 4 سنين يبقوا خدوا ده، ما هو قاعد معاهم يعني مش ما راحش في حته تانية. قلت انه تحريف القران، قلت انه القران اتحرف، مع انه سبحان الله سبحان الله القران من ضمن برضو الوعود اللي ربنا وعد بيها في القرآن إن هو هيحفظ القرآن من التحريف. طيب القرآن اتحرف؟ مش عارفة بصراحة. تعالى كده نشوف المستشرقين اللي يعني إيه اللي هم بقى إيه زي ما بيقولوا كده نفضوا الموضوع ده بحث، يعني عشان يطلعوا بأي حاجة بأي كلام. هو المستشرق ده مش جاي يعني فرحان بجمال المسلمين يعني. فقالوا إيه بقى المستشرقين في موضوع تحريف القرآن ده؟ قالوا يا سيدي، قال لك بقى ايه،
في كتاب. طبعا القرآن أولا وصل لنا بطريقتين، وطريقة اللي هي الشفهية اللي هي التواتر لحديت فهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ودي طبعا طريقة مش ما فيش كتاب في العالم محفوظ بالطريقة دي، ما فيش كتاب في العالم طبعا، والإجازات الحفاظ يعني بالملايين، فما فيش طريقة في العالم كله اتحفظ بيها كتاب بالطريقة دي. وطبعا لو احنا النهاردة قررنا ان احنا مثلا هنلغي او هنحرق حتى كل المصاحف اللي في العالم، فهيفضل القرآن محفوظ بعكس مثلا الكتاب المقدس اللي طبعا لو اتحرق ولا هيعرفوا يرجعوه زي ما كان، وطبعا يعني هيجيبوا من كل فيلم أغنية. فمثلا هتلاقي مثلا المستشرق فرانسوا ديروش في كتابه ليمو دين استوار دي قران، النظرية التي وضعها جون ونسبر حول هذا الموضوع أن القرآن تم تنقيحه وصياغته في فترة لاحقة للعصر النبوي هي تجربة غير مقبولة في الأخير. فرانسوا دي روش ده كان مستشرق فرنسي مختص في علم المخطوطات وعلم الكتابات القديمة تحديدا، واستغل واشتغل على العديد من المصاحف أهمها المصحف الذي يرجع تاريخه إلى بداية العصر الأموي الذي أسماه بريسيان أو بريسيانو، وأصله بيرجع إلى مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة قبل أن يصل إلى المكتبة الوطنية في باريس خلال القرن 19. وقال برضو ديروش أو ديروش في نفسه في برضو نفس الكتاب قال يعني إن قال إنه المخطوطات القرآنية بتؤكد ما جاء في السردية الإسلامية حول عملية تدوين القرآن ورسم المصاحف المبكرة. المؤرخ البريطاني المؤرخ أو الباحث ديفيد إتش بريا بريارا بيقول في كتابه أنا صوتي واصل يا جماعة؟ في صوت معنا، تفضلي. تمام، معلش بس عشان الخط بتاع النت عندي ضعيف. طيب، بيقول إن لغة القرآن وموضوعاته وأسلوب تلاوته تؤكد أن هذه هي بالفعل آيات إلهية. وكمان مثلا الباحث بهنام صديجي فيك برضو بيقول إن التحليل العلمي للنص القرآني وهو التحليل الذي يخضع فيه النص لتحليل حاسوبي وأسلوبي وإحصائي دقيق يكشف أن القرآن يظهر درجة عالية من الوحدة، مما يشير إلى أن الأسلوب يدعم فرضية مؤلف واحد. وكمان قال ماذا يمكن للمرء أن يستنتج بشأن تركيب القرآن من خلال دراسة الأنماط والأسلوب؟ قد يستنتج أن الأسلوب القرآني يدعم فرضية مؤلف واحد. وحضرتك يعني طبعا انت بتقول ان القرآن خد من التوراة وخد من الانجيل وخد من الكتب دي كلها، مع ان ما كانش فيه في شبه الجزيرة العربية اصلا كتب باللغة العربية مترجمة لاي حاجة اصلا لاي علم من العلوم تماما. وكمان ان الرسول كان امي، انا ما اعرفش انتوا ليه بتنسوا او بتتجاهلوا النقطة دي، فما اعرفش بصراحة هو جاب منين وما كانش فيه مصدر اصلا ياخد منه. ممكن تبقى توضح لنا النقطة دي فيما بعد. طبعا في كمان مثلا موسوعة كومبراتيف اورينتال مانسكريبت ستاديز او ستادي بتقول مجموعة من الباحثين بيقولوا نملك أكثر من 2050 صفحة تشمل كل النص القرآني موجودة في 68 مخطوطة قرآنية موزعة على متاحف ومكتبات إسلامية وغربية تعود إلى ما قبل سنة 750 ميلادي الموافق 132. والموسوعة أكدت أن القرآن تاريخيا يعود إلى النصف الثاني من القرن السابع الميلادي أي الأول الهجري. وأنا طبعا الحاجات دي كلها الصور بتاعتها هبقى أنشرها في بعد كده، هبقى أقطع الجزء ده وأنشر الصور علشان برضو المصداقية. في طبعا في حاجة تانية، البروفيسور ديفيد توماس أستاذ اللاهوت في جامعة برمنجهام بيقول في أصفرة الاختبارات التي أجريت على مخطوطة أوراق برمنجهام بيقول عن الاحتمال القوي بأن الحيوان الذي أخذ من الجلد كان على قيد الحياة في حياة الرسول أو بعد ذلك بقليل، وهذا يعني بدرجة من الثقة أن ده بيرجع تاريخها إلى أقل من عقدين بعد وفاة الرسول.
يعني كل الشهادات المستشرقين بتأكد ان القرآن اللي بين ايدينا النهارده هو نفس القرآن اللي كان عند الرسول عليه الصلاة والسلام. كمان هم لما جم يجمعوا القرآن، يعني هم كان موجود، القرآن كان موجود وجمعوه. بتقول يعني هم خافوا ليه عليه من الضياع؟ ما هو عشان كان في اللي هم الحفاظ بدأوا يتقتلوا في الايه في الحروب وكده. طيب خليني اقول لك برضو من ضمن الادله على ان القران كلام الله، انا ما اعرفش لسه قد ايه، لسه قد ايه عند صار لك 9 دقائق يعني، لسه دقيقه واحده. اوكي خذي 2 أو 3 دقائق. طيب من ضمن برضو الحاجات اللي بتخلي القران كلام الله، هقول لك برضو على حاجة يعني من الأسباب اللي يعني اللي ممكن محدش إيه يعني سبب مثلا من ضمن الحاجات اللي بتخليه كلام ربنا، إن القرآن كلام بيتعامل مع الواقع، بيتعامل مع البشر، مش كلام يعني إيه منفصل عن البشر. فمثلا يعني من ضمن الناس اللي اتكلموا في الموضوع ده جيفري لانج اتكلم في موضوع ان القرآن يعني كلام بيفهم البشر عايزين ايه وبيرد على اسئلتهم، مش كلام كده في ناحية والبشر في ناحية تانية. فهنلاقيه مثلا بيقول في كتابه الصراع من اجل الايمان، انطباعات امريكي اعتنق الاسلام، صفحه 34، بيقول وهو يجادلك وينتقدك ويخجلك ويتحداك من حيث الظاهر، يرسم خطوط المعركه، ولقد كنت على الطرف الاخر من المواجهه. هو بيحكي بيقول قصته يعني، ولم اكن في وضع احسد عليه، اذ بدا واضحا ان مبدع القران كان يعرفني اكثر مما كنت اعرف نفسي. إن الفنان يستطيع أن يجعل العين في أي لوحة يرسمها تبدو وكأنها تنظر إليك حيثما كنت منها، ولكن أي مؤلف يستطيع أن يكتب كتابا مقدسا يستطيع أن يتوقع حركاتك وسكنتك اليومية؟ ده بيسأل بيقول إيه الكتاب اللي عارف كل حاجة ده وبيرد على كل أسئلتي؟ لقد كان القرآن يسبقني دوما في تفكيري ويزيل الحواجز التي كنت قد بنيتها منذ سنوات، وكان يخاطب تساؤلاتي. في كل ليلة كنت أضع أسئلتي واعتراضاتي، ولكنني كنت إلى حد ما أكتشف الإجابة في اليوم التالي. ويبدو أن هذا المبدع كان يقرأ أفكاري ويكتب الأسطر المناسبة لحين موعد قراءتي. لقد قابلت نفسي وجها لوجه في صفحات القرآن وكنت خائفا مما كنت أشعر بالانقياد مما رأيت كنت أشعر بالانقياد بحيث أشك طريقي إلى الزاوية التي لم تحتوي سوى خيار واحد اللي هو الإسلام. طيب أنا خدت تقريبا أكتر من وقتي، أنا تقريبا أنا كنت فاكرة أن أنا محضرة حاجات أقل من الأربع مداخلات، طلع أن أنا محضرة حاجات أكتر بكتير من الأربع مداخلات. تمام اتفضل. شكرا لك، كانت راح أتكلم 11 دقيقة أو هكذا. الحقيقة أولا تكلمت عن القلب وجئت بأن هناك بحث كتبته كاتب عن أن القلب يعني له تأثير على الدماغ. طيب تأثير القلب على الدماغ هذا ليس دليلا على أن للقلب دورا في الفهم، بدليل أننا الآن لدينا كثير من الناس تتم يعني لديهم عمليات زرع قلب، يحصل على قلب جديد ويعيش بهذا القلب الجديد، وهناك ناس يعيشون مع قلوب صناعية، قلب صناعي، وهناك حتى تجارب على ربما استخدام قلب الخنزير، وكون هذا الحيوان يعني هو أحد أكثر الحيوانات قربا بالبشر من حيث التركيبة البنيوية. طيب لو حصلنا على قلب الخنزير هل هذا الإنسان سيصبح خنزير؟ طبعا لا، الجواب هو قطعا لا.
لأن القلب هو مجرد مضخة، هو يتأثر بالدماغ، يتأثر بالانفعالات العاطفية، فيعتقد الكثيرون أن له دور، وهذا كان الاعتقاد القديم. وحتى كان يعني في عصر التوراة الذين كتبوا التوراة كانوا يعتقدون أن الكبد، تخيل الكبد هي مصدر التفكير، يعني هم كانوا يعني يذهبون أبعد من القلب إلى الكبد، الكبد يعني يعتبرونها مكان التفكير، وهذا طبعا خطأ، علميا خطأ. الفراعنة أيضا كانوا يعتقدون أن القلب مركز التفكير، ولذلك كانوا ينزعون الدماغ من المومياءات عند التحنيط ويرمون الدماغ نهائيا، يرمون به في سلة المهملات، بينما القلب تتم رعايته والاهتمام به وإعادته إلى جسد الإنسان، لأنهم كانوا يعتقدون أن هناك حيث ستعود الروح. وطبعا الروح أيضا هي خرافة أخرى، هي قصة طويلة أخرى لن نذهب إليها الآن. النقطة الأخرى المهمة التي تحدثت عنها، نقطة الناسخ والمنسوخ، أن قلت أنه كان بإمكان الإله أن يأتي بشريعة كاملة لا تحتاج إلى ناسخ ومنسوخ، لأنه قادر على كل شيء، وبالتالي لا يغير رأيه، ولكن لأنه كلام بشري لذلك نجد نفس القرآن يقسم فعليا عند المسلمين إلى مكي ومدني، وأسلوب السور المكية مختلف كليا عن أسلوب السور المدنية، وهناك تركيز قرآني كثير على القافية التي هم لا يريدون أن يسموها قافية فيسمونها فاصلة. لماذا؟ حتى لا يقع في شبهة أنه يشبه الشعر، وله شبه بالشعر. القرآن له نغمة موسيقية، يعني كما في أي كتاب شعري أو شجعي. يعني خذي على سبيل المثال سيرة ابن إسحاق، وهي أقدم سيرة مكتوبة عن حياة النبي محمد، ستجدين فيه كما هائلا من السجع يشبه القرآن، ولو تم وضع هذه السجعيات في القرآن لكنت اليوم يا سيدتي تجادلينني أن هذه الآيات هي آيات بليغة، وهي يعني هي إلهية. ولكننا لو أخذنا النص خارج الدفتين ووضعناه في كتاب عادي سيبدو كأي نص آخر. أنا سأعطيكم مثالا واحدا، يعني أنا أقرأ لكم هذه الآية وانظروا أين البلاغة في هذه الآية. الآية تقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم. أنا لا أتي بنص من عندي، هذه الآية أقرأها كما هي. أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. النور الآية 61، بالله عليكم هذه آية بليغة، هذه آية بليغة. يعني كل هذا يعني أبسط مفهوم للبلاغة هو أن يكون الكلام موجز وواضح، يعني ما يمكن التعبير عنه بسطر واحد هو أفضل من كتابة 5 أو 10 أسطر مضيعة للوقت. يعني من أساسيات البلاغة أن يكون الكلام موجز وواضح ولا حاجة فيه إلى التكرار. هذا الكلام فيه تكرار، والتكرار وإسفاف يظهر بوضوح أنه كلام ليس ببلاغة وليس ببلاغة ببليغ أصلا.
وأيضا يجب أن لا ننسى أن هناك 200 مليون مسلم من الشيعة لا يؤمنون بهذا القرآن. هم يقولون نحن نؤمن بالقرآن تقية، ولكن مئات الملايين هؤلاء يقولون أن القرآن الحقيقي تم تحريفه وإخفاؤه، وأن القرآن الأصلي سيأتي به المهدي المنتظر قبل ظهور المسيح في نهاية الأيام أو نهاية الزمن. طيب يعني هؤلاء مئات من الملايين من المسلمين لا يؤمنون بالقرآن، وإذا ادعى أي شيعي غير هذا الكلام فهو يقول بالتقية، يعني هو يقول لكم بخلاف معتقده الحقيقي. أنا كنت شيعي وأنا دارس للنصوص الشيعية وأعرف كيف أن أئمة الشيعة قالوا أن هذا القرآن هو قرآن أبو بكر وعمر، وهو ليس قرآن علي بن أبي طالب. عندهم القرآن فيه ذكر علي وفيه ذكر ولاية علي بن أبي طالب، فإذا هناك أيضا فرقة إسلامية كاملة لا تعترف بهذا القرآن. أيضا قضية أن القرآن محمي من التحريف هذا أيضا كلام غير منطقي وغير صحيح، بدليل أن هناك قراءات أخرى قام عثمان بحرق هذه النصوص المكتوبة، وكان النبي نفسه بإقرار المسلمين قد أقرهم عليها عندما أخذ عمر أحدهم إلى الرسول محمد وقال له إنه يقرأ السورة الفلانية بغير قراءتي، فقال له النبي محمد اقرأها، فقرأها فقال لعمر اقرأها وقرأها أيضا، قال قد أقرأتها كما قرأها وأقرأتك إياها كما قرأتها. إذن المسألة أن هناك قراءات أخرى تم إلغاؤها، وكون المسلمين لديهم قرآن واحد هذا ليس شيئا إيجابيا، بالعكس هذه مصيبة حدث بالمسلمين. يعني أنتم تجدون تخلف العلم الإسلامي وعدم قدرتهم على الإبداع والتفكير لسبب بسيط، وذلك أنهم ليس عندهم تعدد في القراءة. يعني هناك تعدد في قراءة التوراة والأناجيل، وهناك أكثر من ترجمة وأكثر من فهم لهذا النص وذاك، وبالتالي هذا يساعد الناس على أن تتطور وتفكر وتبدع. أما القرآن فجامد، نص جامد، والمسلمون اليوم كلهم يعيشون في جماد فكري، الأغلبية الساحقة حتى لا أظلم أحد، الأغلبية الساحقة يعيشون في جماد فكري. هذه مداخلتي وشكرا لكم، تفضلي. لو عاوزة يعني تختاري نقطة نركز عليها. جيد، يكون جيد. كان واصل؟ حاسة ان الصوت كان مقطوع، كان تمام. طيب اتكلم القلب. انا قلت ان الباحثة دي قالت ان في القلب نفسه يعني حاجة اسمها العقل الصغير، ما قلتش ان هي قالت ان العقل بيأثر على الدماغ، يعني مش بس ان العقل بيأثر على الدماغ، ان العقل نفسه في حاجة في العقل ده اسمها في القلب ده اسمها العقل الصغير. وبرضو يعني رجعت اتكلمت عن التحريف، مع ان جبت لك برضو شهادات المستشرقين اللي هم بقى ولا هم يعني يعرفونا ولا هم هيجملونا، ان القرآن اللي وصل لنا النهاردة هو نفس القرآن اللي كان موجود في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعدين بتستشهد علي بالشيعة وان هم معتقدين ان القرآن اتحرف وان المهدي هيجيبوا لهم القرآن. طب يعني خليهم بقى منتظرين لما المهدي يجيب لهم القرآن، عشان ايه معرفش بصراحة يعني امتى بقى يعني. طيب في برضو يعني حاجات كتير القرآن اتكلم عنها بتثبت ان هي كلام ربنا،
نقطة يعني نقطة التحريف دي يعني انتوا بتتكلموا فيها كتير ومش قادرين تثبتوها، اللي هو حتى انت نفسك بترد على نفسك وبتقول ان الرسول لما سيدنا عمر قال له انه يعني في الرواية اللي انت قرأتها قال له ان انا قرأتها كده ليك وقرأتها كده ليه، يعني هو الرسول يعني انت نفسك اصلا رديت على الشبهة ان القرآن الموضوع القراءات وكده ان الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه هو اللي قرأ بالقراءات دي كلها، مش حد اللي ألف أو افتعل القراءات دي كلها. وطبعا وترس صنعاء بيثبت وجود القراءات العشر بالفعل، ويعني برضو كان معايا برضو شهادات لمستشرقين عن ترس صنعاء، وان هو الترس ده بيعود ل 14 سنة بعد وفاة الرسول يعني، والترس ده بيأكد القراءة يعني المصحف، او بيثبت ان المصحف اللي بين ايدينا دلوقتي هو المصحف اللي كان في عهد الرسول، وان القراءات العشرة موجودة بالفعل في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. وانت بتقول لي انه مش عارفة يعني الشيعة ومش الشيعة معنا، يعني انا بتكلم بالدليل وبجيب حاجات موثقة، وحضرتك بتحاكمني للشيعة اللي هم بيلطموا وبيعملوا حاجات كده غريبة. طيب يعني دول الناس بتلطم، هيبقى عندهم عقل اصلا عشان ناخد منهم علم؟ طيب في حاجات بقى القرآن ذكرها وما تمش اكتشافها الا بعد يعني مؤخرا خالص، مش بس حاجات مثلا حقائق طبية. خليني مثلا أبدأ باسم همان مثلا. اسم همان ده مثلا القرآن ذكره في القرآن، القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكره في القرآن، وبما إنكم بتقولوا إن هو اللي ألف القرآن، تعالى مثلا نسأل واحد زي موريس بوكاي اللي هو يعني متخصص في الأمور دي يعني. ف موريس بوكاي بيقول ان هو لما عرف ان اسمه همان موجود في القرآن سأل او قام بكتابة اسم همان باللغة الهيروغليفية وعرضها على احد المختصين في تاريخ مصر القديمة، وما قالوش ان، وعلى فكرة الفيديو بتاعه موجود على اليوتيوب، وما قالوش ان الاسم ده موجود في القرآن عشان ما يحطوش تحت اي تأثير، وقال له ان هي موجوده في ايه، في وثيقه عربيه كده بتعود للقرن السابع الميلادي. فقال له المختص ده انه يستحيل ان هذه الكلمه تكون موجوده في اي وثيقه عربيه في القرن السابع، لان رموز الكتابه باللغه الهيروغليفيه لم تكن حلت انذاك. وموريس بوكاي عشان يتحقق يعني هو بينصحه عشان تتحقق من الامر، اوصاه ان هو يراجع قاموس اسماء الاشخاص في الامبراطوريه الجديده لمؤلفه ألالاند رانك، فوجد إن الاسم ده موجود بالفعل ومكتوب باللغة الهيروغليفية وباللغة الألمانية كذلك. بيقول كما كانت هناك ترجمة لمعنى هذا الاسم وهو رئيس عمال مقالع الحجر، ثم يعقب موريس قائلا إن ورود هذا الاسم في القرآن بهذا الشكل لا يمكن تفسيره إلا بأنه معجزة. من الحاجات برضو اللي القرآن ذكرها وجه العلم بعد كده علشان يثبت ان هي حصلت بالفعل، مثلا موضوع يعني مش عارفة ادخل في ال مثلا موضوع الجنين، مثلا موضوع الأجنة، انتوا دايما بتقولوا ان القرآن أخطأ في موضوع الجنين في قوله فكسونا العظام لحما، لكن العلم بيجي وبيأكد انه فعلا القرآن هو اللي صادق في القول ده، ان فكسونا العظام لحما يعني العظام الاول وبعدين بتيجي مرحلة اللحم. فمثلا في احد المواقع المختصة في علم الأجنة بيقول هل تعلم ان اقدم العظام في جسمك هي عظم الترقوع والفك، وهذه العظام تتشكل في الرحم في نهاية الأسبوع السابع بعد التلقيح، ثم قالوا يعني من 7 إلى 7 أسابيع ونصف تربط الأوتار عضلات الساق بالعظام وتظهر مفاصل الركبة، وهذا يعني أن العظام تتشكل في نهاية الأسبوع السابع، وأن العضلات اللي هي اللحم يعني بتكسو العظام بعد نهاية الأسبوع السابع
مباشرة، وكمان يعني القرآن استخدم حرف العطف فاء الفاء، يعني فكسونا، ده دليل على إنه جاء بعد كده على طول، يعني من الأسبوع السابع للسابع 7:30. مثلا برضو من ضمن الحاجات اللي القرآن ذكرها، طبعا مش عايزة إنه مثلا زمان إن هم كانوا بيفسروا أو بيقولوا إن الجنين مثلا بيتكون إن هو بيبقى عبارة عن قزم، يعني طفل أو جنين قزم، وبعد كده بيكبر مع الوقت. لكن القرآن بيقول إن الطفل أو الجنين بيتكون على مراحل، أطوار، يعني مراحل، ما بيبقاش موجود بالفعل قزم في المني الرجل وبعدين بيكبر. وكمان يعني القرآن هو أول الكتب اللي أشارت إن الجنين بيتكون من نطفة أمشاج، اللي هي ماء الرجل أو مني الرجل مختلط بماء المرأة. كانوا بيقولوا إن المني ده هو بيغذي الدم وكده، لكن القرآن أثبت إنه المني الرجل وماء المرأة هما اللي بيتكون منهم الجنين. طيب في كمان القرآن برضو اتكلم عن الصلب والترائب، ودي من الحاجات اللي انتوا برضو بتقولوا ان القرآن أخطأ فيها. فمثلا في مقال في موقع ناشونال ليبراري اوف ميديسين بيقول، مقال بعنوان تنظيم الخصوبة الرجال عن طريق هرمون الاستيوكالسين المشتق من العظام، بيقول المقال: تقليديا كان ينظر الى العظام على انها نسيج ثابت يؤدي فقط وظيفته الميكانيكية، ولكن في العقد الماضي تطورت هذه النظرة الكلاسيكية للعظم بشكل كبير نحو صورة أكثر تعقيدا. أصبح من الواضح الآن أن الهيكل العظمي ليس فقط متلقيا للمداخلات الهرمونية، ولكنه أيضا عضو غدد صماء بحد ذاته، من خلال إفراز جزيء مشتق من بنيات العظم الاستيوكالسين ينظم الهيكل العظمي، توازن الجلوكوز والوظائف الإنجابية الذكرية. والاستيوكالسين ده بيعمل عبر محور البنكرياس والعظم والخصية، وبالتوازي معه الوظائف الإنجابية الذكرية من خلال تعزيز التخليق الحيوي لهرمون التستيرون. كمان من ضمن الحاجات اللي القرآن قالها وانتوا بتقولوا ان القرآن أخطأ فيها، مثلا ان بيقول لك السماء هو الذي يمسك السماء ان تقع على الأرض. فهنلاقي مثلا ان وكالة ناسا نفسها نشرت مقال بعنوان The sky is falling، يعني السماء تقع، وقالت ان اطنان من النيازك تقع على سطح القمر. فهل وكالة ناسا ارتكبت خطأ علمي لما قالت ان السماء بتقع، ام ان القرآن هو اللي بيحتوي على اعجاز علمي؟ ده بتركه لأصحاب أنا أصدق العلم، أو بالأحرى أنا أصدق ناسا. لما القرآن قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، نشر موقع ساينس ديلي مقال بعنوان علماء الفلك يطالبون بحل لغز الكون، وبيذكر المقال إن الغبار الكون بيتكون جزئي من جزيئات صغيرة من مادة صلبة تطفو في الفضاء بين النجوم، وأن هذا الغبار ليس مثل غبار المنزل لكنه أقرب إلى دخان السجائر، وهو مسؤول عن حجب نصف الضوء البصري المنبعث من النجوم والمجرات. هنلاقي مثلا برضو من ضمن الحاجات اللي القرآن قالها وانتوا بتقولوا ان القرآن أخطأ فيها، والشمس تجري لمستقر لها. اول حاجة خالص صاحب يعني كتب القرآن اذا هو الرسول عرف منين اصلا ان الشمس بتجري؟ يعني لو انا فضلت واقفة طول النهار الاقي بالشمس مش هعرف ان هي بتجري، عرف منين بنعلم المجردة ان الشمس بتجري؟ وبعدين يعني في مثلا في يعني قوله بقى لمستقر الله اللي انتوا بتقولوا ان هو خطأ علمي ان الشمس بتسجد تحت العرش وكده، في رصد علماء الفلك في الفترة الأخيرة من القرن الماضي حركة غريبة للشمس نحو نقطة في فلك هرقل المجاورة لنجمة فيجا، اللي أعطاها العلماء اسم أبيكس سولير، واللي ترجمتها مستقر الشمس، اللي هو يعني القمة، أو يعني القمة ده اللي المستقر، يعني بنفس المعنى بتاع القرآن. كمان مثلا من ضمن الحاجات، مش عارفة وقت خلص ولا مخلص، 10 دقائق صار 10. تمام يعني خلاص تمام. دي المداخلة الرابعة اعتقد مش متأكد، دي اللي انا قلته المداخلة الرابعة تقريبا، المداخلة الرابعة ولا الثالثة يا جماعة، حد يعرف؟
احنا بقالنا ساعة وتلت، مش عارفة بقى دي المداخلة كام. نعم أنا حتى كتبت لك رسالة على البرايفت شات. نعم أوكي دوري. تمام اتفضل. شكرا. أولا هذا كله كلام يردد في المواقع الإسلامية، لا يوجد دليل واحد مما قيل في البحوث العلمية. أنا أحيد أي مشاهد لهذه المناظرة لأي نقطة تم طرحها أن يستخدم جوجل سكولر. جوجل سكولر هو وحده المصدر الذي يمكن الرجوع من خلاله أو الوصول إلى ما يسمى بالجورنالز أو يعني المواقع البحثية العلمية، حيث يكتب العلماء أوراق بحثية يتم عمل مناقشة عليها، وهذه الأوراق يمكن أن نناقشها على أساس علمي. أما أن يأتي موقع إسلامي، يعني تخيل هذا الشخص ادعى لي أن ناسا تقول أن القمر قد انشق وأن ناسا قد اكتشفت هذا الشق في القمر، وعندما طلبت منه الدليل أرسل لي موقع إسلامي مكتوب عليه أن ناسا تقول هذا الكلام، فطلبت منه أن يكتب لي يبحث في موقع nasa.gov الذي هو الموقع الرسمي لناسا أو وكالة الفضاء الأمريكية لكي يحصل على التقرير الحقيقي، لكنه لم يأتي بهذا النص. هذه مشكلة المسلمين، أنهم يريدون الملائمة بين النص والعلم بدل أن يذهبوا ويكتشفوا الكون بأنفسهم، يعني بدل أن ينتظر المسلم هذا الكافر المسيحي أو اليهودي أو الملحد أن يذهب ويعمل بحث عن الجنة والودادات والوراثة والجينات، يذهبون إلى القرآن ليجدوا إن كان يوافق هذه العلوم الكفرية أو لا. هذا هو سبب فشلكم يا أعزائي المسلمون. الآن هم عالم من الفشل، يعني تخيلوا 20% من سكان العالم هم مسلمون، ولكن البحوث العلمية التي ينشرها مسلمون الذين يعرفون أنفسهم كمسلمين هو أقل من 1% من كل البحوث العالمية. اليهود عددهم 20 يعني يساوي 2% أعتقد من البشرية، يعني شيء بسيط جدا، ومع ذلك ينشرون 20% من البحوث العلمية. لماذا يا مسلمين؟ لأنكم تضيعون وقتكم في مقارنة القرآن مع هذا البحث الكوني، هذا خطأ وهذا فشل. العلم لا يمكن أن يثبت أن القرآن كتاب إلهي، لأنه يمكن أن يتوافق مع القرآن أو يتناقض معه حسب فهم القارئ. يعني هناك وهناك أحاديث صحيحة عندكم تقول أن من قال برأيه في القرآن فقد كفر. أي شخص كل أو يعني الغالبية العظمى من دعاة الإعجاز العلمي في القرآن هم كفار ومرتدون حسب هذا الحديث، لأنهم يقولون في القرآن برأيهم. طيب ماذا لو جاء العلم غدا وأثبت خطأ هذا الكلام؟ ماذا ستقولون حينها؟ ماذا سيكون موقفكم؟ يعني لو كنتم تعاملتم مع القرآن على أنه مجاز، والقرآن مليء بالمجاز، يعني عندما يقول القرآن وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني وكأنه يتحدث عن ملك حقيقي يأتي وهناك حرس يعني يستقبلونه، هل تفسرون هذه الآية حرفيا أم مجازيا؟ القرآن كله هكذا، هو مجاز، تعبير مجازية، ولو كنتم عملتم بالمجاز لأخرجتم أنفسكم من كل هذه الإشكالات.
والأمر الآخر أنا لا يعنيني إن كان مستشرق أو مستشرقان مدحاء القرآن، لأن هناك أضعاف 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 هذا العدد من المستشرقين الذين يقولون أن القرآن كتاب أرضي، وهناك العشرات من الأدلة المنطقية والعقلية التي تشير إلى أن القرآن هو مجرد كلام مثل أي كلام، يعني لا يوجد دليل واحد على أن هذا الكلام سبب أي اكتشاف علمي، لا يوجد. كل مرة تحاولون تأويل القرآن ليناسب النظرية الجديدة، عندما ظهرت نظرية الانفجار الكبير The Big Bang, Big Bang Theory، غالبية أصحاب هذه يعني الإزعاج العلمي في القرآن قالوا أنه القرآن يقول بنظرية الانفجار العظيم، وإذا جاء العلم غدا ببحث يثبت أن الانفجار العظيم هو غير حقيقي وأن هناك نوع آخر من ولادة الكون، يعني أنتم ستأتون بآية أخرى أنه يطوي السماوات والأرض كطي السجل للكتب. يعني القرآن هو حمال أوجه، هو قابل للتأويل بشتى الأشكال، أنا يمكن أن أؤوله بحيث يناسب كل شيء، أستطيع أن أصنع من القرآن كتاب رحمة، وأيضا أستطيع أن أصنع منه كتاب إرهاب وقتل وذبح و يعني كل السلبيات، أستطيع أن أؤوله بهذا الشكل لأنه كتاب متعدد المعاني ومليء بالمجاز. طيب عندما يقول القرآن عن الشمس أنها تغيب في عين حمئة، تغيب في عين حمئة، ما هذا المنطق؟ وأيضا إذا قال يا سيدتي أنت قلت أن القرآن يقول أن الشمس تجري، هذا ما نراه في السماء، هذا معتقد الإنسان عندما يرى الشمس، والحقيقة هي أن الأرض هي التي تجري حول الشمس وليس العكس، الأرض هي التي تدور حول الشمس، ولكن القرآن لم يجرؤ أن يقول وتجري الأرض. أنا أتحدى أي مسلم أن يأتي بآية تقول أن الأرض تجري، بالعكس في وجهة نظر القرآن الأرض ثابتة وأن الشمس والقمر هي التي تدور وتأتي وتذهب، ويعني أحدهما يلحق الآخر، وحتى عندما تأتون بالآية يكور الليل على النهار والنهار على الليل، عندما نفتح التفسير نجد أنه مجرد كلام بديهي، يقول الطبري أنه أي يأتي النهار فيلغي الليل ويأتي الليل ويلغي النهار، ليس إشارة إلى كروية الأرض. وحتى لو قلتم أنه هناك قول بكروية الأرض في القرآن، فأحب أن أقول لكم أن أرسطو قال بكروية الأرض 1000 سنة قبل الإسلام، 1000 سنة قبل الإسلام أرسطو واليونان كانوا يعرفون أن الكواكب تجري وتتحرك وأن الأرض كروية، بل إنهم قاموا بقياس قطر الأرض عبر قياس فرق الظل في مصر نفسها، قام عالم يوناني بقياس الظل في ساعة الظهيرة في منطقتين في مصر في الصعيد وأخرى أعتقد في منطقة الإسكندرية، وجاءوا باستنتاج قريب جدا من الواقع. العقل الإنساني أكبر بكثير، نحن لا نحتاج هذه النصوص الدينية لكي نتطور، نحن نحتاج إلى أن نفكر بعقولنا. نصيحتي لكم يا أعزائي أنه كفى إضاعة للوقت في يعني ملائمة النص مع بحوث علمية تتطور، وأنا لا أقول أن العلم يناقض نفسه، العلم لا يتناقض لكنه يطور
نفسه. يعني عندما جاء أينشتاين مثلا لم يلغي شروح الجاذبية لنيوتن، ولكنه أضاف إليها وشرحها وجعلها واضحة أكثر ومفهومة منطقيا أكثر. هذه مداخلتي الأخيرة، وأعتقد لو تحبين نأخذ مداخلات أخيرة أكون شاكر لك. تحياتي لك، تفضلي. تمام، يعني ممكن لو حد متابع يعرفنا احنا كده وصلنا للمداخلة الكام، يعني دي هتبقى الكام، الرابعة ولا الخامسة؟ طيب تمام، أو ممكن عادي ناخد مداخلة لو دي، لو اللي فاتت دي الرابعة يبقى ناخد دي بقى تبقى الأخيرة يعني. تمام تمام نعم. طيب انت بتقول ان المواقع اللي انا بتكلم منها دي كلها مواقع اسلاميه، كل المواقع اللي انا ذكرتها مواقع اجنبيه، يعني ساينس ديلي وبقول لك وقلت لك ناسا، يعني ناسا موقع اسلامي. ناسا لو دخلت عليها وكتبت كده ذا سكاي از فولينج هتلاقي موجود المقال ده، ويعني كلها مواقع اللي انا ذكرتها مواقع اجنبيه، فانا ما جبتش خالص من مواقع اسلاميه عشان انا عارفه ان ده هيتقال، انتوا بتجيبوا يا مسلمين من مواقع يعني كل ده كلام اصلا مكتوب بالانجليزي وانا يعني بنقل الترجمه يعني. تمام، فانت بتقول لي انه يعني ايه عين حماء دي اللي ما يعني، بس كان ممكن مثلا حضرتك مثلا تحاول تثبت ان الكلام اللي انا قلته غلط بدل ما، لكن انت ما عملتش ده، انت قمت مثلا ايه جايب لي بقى حاجه تانية، فقلت لي مثلا يعني مثلا ايه عين حمئه دي، يعني ده كلام يتقال مثلا، فانا ممكن مثلا ارد عليك برضو من موقع اجنبي برضو اتكلم في موضوع العين الحمئه ده، وقال ايه مثلا برضو وكالة ناسا الإسلامية ذكرت على موقعها توصيف لمنظر ناسا الإسلامية كتبت على موقعها توصيف لمنظر تم تصويره من مركبة، وقالت إن المركبة دي التقطت هذا المنظر المذهل، طبعا الكلام بالإنجليزي وأنا بنقل الترجمة، التقطت هذا المنظر المذهل بينما كانت الشمس تغرق أسفل حافة فوهة جوزيف على سطح المريخ. فبتقول ايه بقى، التقطت هذا المنظر المذهل بينما كانت الشمس ايه تغرق اسفل حافه فوهه جوزيف، الشمس كانت بتعمل ايه يا جماعه، كانت بتغرق. ده الكلام ده على موقع ناسا برضو، ان شاء الله هبقى احط ممكن تقولي الرابط بشكل كامل ناسا دوت دوت يعني انا هبقى احط ان شاء الله لان انا مش عارفه اكتب تعليقات، يعني مش عارفه احط تعليقات. فالمهم ان الناس يعني هنا ارتكبت خطا يعني، انا ما بعرفش لحد الان يعني، وانا بعمل بس مباشر ان انا اكتب تعليقات او اتفاعل يعني. فالمهم يعني يا سيدتي انا مع احترامي لك، لكن انا ارى مثلا محمد عادل يشتمني يا حبيبي انا تفضلي. مش متابعه التعليقات، ويا ريت يعني لو حد بيشتم او حاجه بلاش يا جماعه. انا قلت قبل كده ان المناظرات مش هدفها، مش انا جايه بقى مثلا واحد بنظره علشان يعني ان هو يعني ادخله الاسلام ولا كده، الهدف ان الناس تستفيد وتشوف يعني وجهات النظر المختلفه وكده، وانا مش متابعه اصلا يعني، ما بتابعش اصلا على يعني مش متابعه الاستاذ سهيل قوي، هو الموضوع كله ان انا كنت بعمل كاتبة منشور وهو دخل على المنشور ده وقال لي ممكن اتحداكي في مناظرة هل القرآن كلام الله، فقلت له موافقة يعني، هقول له ايه، اقول له مش موافقة لا طبعا هوافق. فالمهم يعني ان وكالة ناسا هنا هل ما تعرفش ان الشمس مش بتغرق في اي مكان؟ طيب ابن كثير بيقول ايه، حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، اي فسلك طريقا حتى وصل الى اقصى ما يسلك فيه من الارض من ناحية المغرب وهو مغرب الارض، وجدها تغرب في عين حمئة، اي رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط، وهذا شأن كل من انتهى الى ساحله يراها كأنها تغرب فيه، وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي ابن كثير بيقول ان هي مش بتفارق الفلك بتاعها، حتى ربنا نفسه قال وكل في فلك يسبحون، ما بيفرقوش الفلك بتاعهم وكل في فلك يسبحون، دي برضو من أدلة ان الارض برضو بتدور، لان ايه يعني هو هنا استعمل لفظ ايه وكل في فلك يسبحون.
الكل بيتحرك تمام. وكلمة يسبحون نفسها برضو لو جينا نبص هنلاقي ان برضو العلماء اكتشفوا ان حركة الكواكب والنجوم والأفلاك وكده حركة تشبه حركة السباحة. حتى يعني علماء الفضاء وكده لما بييجوا يطلعوا الفضاء بيتعلموا يعني ازاي ان هم لازم يكونوا بيعرفوا في يتعلموا امور السباحة والحاجات دي. طيب انت قلت انه دوران الارض، لا دوران الارض موجود في القران، القران مش بيقول ان الارض ثابته، فين القران قال ان الارض ثابته؟ وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون. طب هي الكلام ده طبعا هتقول يعني ممكن حد يقول انه الكلام ده لا مش في يوم القيامه، الكلام ده في الدنيا، لان ربنا هنا بيقول صنع الله الذي اتقن كل شيء. فايه الحكمه ان هو يقول لنا على يوم القيامه ان هو صنع الله الذي اتقن كل شيء؟ يعني عايز يلفت نظرنا ان هو خلق حاجه وابدع فيها وعملها بشكل معين وبتبدو بشكل تاني ليه يعني في يوم القيامه؟ وطبعا برضو هو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يتذكر. الآية دي برضو استنبط منها الشيخ الشعراوي أن الأرض بتدور حتى يخلف الليل النهار ويخلف النهار الليل، حيث تصور لنا الآية أن الوجه الأول من الأرض يواجه الشمس نهارا والوجه الثاني يواجه القمر ليلا، ثم تدور الأرض فيخلف بعضها بعضا أو أحدهما الآخر. اتكلمت برضو وقلت كروية الأرض، وقلت إنه في علماء حتى لو أنتوا قلتوا إن الأرض إن العلماء قالوا إن طبعا في إجماع من العلماء على كروية الأرض، وابن تيمية اللي أنتوا بتقولوا عنه إن هو ما يعرفش حاجة في أي حاجة أنا قال الإجماع ده، أجمع العلماء على كروية الأرض. وطبعا يعني بتقول إنه سيدنا محمد الكلام ده موجود فين؟ في الملل والأهواء والنحل في ابن حزم في المجلد الثاني في صفحة 78. طيب بتقول انه في علماء قبل 1000 سنة. طب احنا بنسأل هو عارف الرسول صلى الله عليه وسلم عارف منين الكلام ده؟ يعني كان في يوجد اياميها، كان في مكتبه سريه عنده في يعني في بيته، كان يعني كان عارف منين؟ طيب انت بتتكلم عن علماء متخصصين، انما ده واحد انتوا بتقولوا لنا يا مسلمين انتوا بتامنوا بواحد كان عايش في الصحراء وما كانش بيلاقي الميه عشان يغتسل وما اعرفش ايه. فيعني طيب ممكن بس ارد على بعض الحاجات اللي انت قلتها، زي موضوع مثلا المرأة والغائط. هو هنا ما بيحطش المرأة جنب الغائط ولا حاجة، هو بيتكلم عن الحالات اللي بتستوجب الغسل، زي اللي هو مثلا يعني دخول الحمام او كده، او انه الجماع، لان هنا هو بيقول او لامستم النساء، يعني الآية دي فسروها ان المقصود بها الجماع، لكن مجرد يعني لمس المرأة، أصلا لمس المرأة الأجنبية حرام، لمس المرأة اللي هي الزوجة بدون شهوة أو يعني مش ما فيش جماع وكده، برضو الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وهو صايم كان بيقبل السيدة عائشة وما كانش بيتوضى تاني ولا كان بيغتسل وكده. فالكلام هنا عن الجماع، والأمر هنا للرجل وللمرأة، المرأة كمان عليها إن هي تغتسل. طيب قلت آية الأكل اللي هو تاكلوا في بيوتكم وبيوت مش عارف يعني الأماكن اللي ربنا سمح لنا إن إحنا ناكل فيها، ده ليه؟ ده علشان إن هم كانوا بيتحرجوا إن هم ياكلوا في اللي عند مثلا قرايبهم أو كده، لأن ربنا كان يعني الآية بتقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فيعني الأكل ده من ضمن برضو يعني يعتبر مال. فهم كانوا بيتحرجوا بيخافوا ان هم يعملوا حاجه فيها حرمانيه او كده، فربنا بيحدد لهم الاماكن اللي مسموح بها وبيرفع عنهم الحرج، لانه كتاب تفاعلي، كتاب مش معناه انتوا دايما بتقولوا الكتاب ما هو اصلا هو انتوا بتقولوا ليه خالق الكون اللي خلق المجرات مش عارفه ايه ينزل ايه عشان يقول فيها كذا؟ ما هو خالق الكون ده خلق الكون عشان احنا البشر، فلما يخلق الكون ده عشان احنا البشر لازم برضو ينزل ايات واحكام ويعرفنا ايه اللي نعمله وايه اللي ما نعملوش. والقران او الاسلام عموما ما فيش حاجه في حياتنا كبشر لو سالنا في نفسنا سؤال ما فيش حاجه القران مش بيجاوب عليها، فده دليل ان هو مخلوق، ان القرآن ده جاي ليا انا عشان بيرد على اسئلتي انا، حتى اتفه الاسئله او اللي انت شايفها تافهه بالنسبه لي ممكن تكون حاجه مهمه.
فلازم كان القرآن يرد على كل أسئلتي، فمش عارفة وقت انتهى ولا ما انتهاش. صار لك 6 دقائق. طيب، من ضمن الحاجات برضو اللي بتدل على إن القرآن كلام الله، إنه مثلا لو كان القرآن مثلا من تأليف الرسول عليه الصلاة والسلام، وانتوا بتقولوا إن القرآن، إن الرسول انتظر شهر في لما حصلت حادثة الإفك، لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام هدفه إن هو بس يحفظ ماء وجهه، كان ممكن ببساطة إن هو ينزل الآية، يعني ينزل تبرئة السيدة عائشة، وبعدين ممكن يتصرف. لو انتوا زي ما انتوا بتقولوا كان بيستنى عشان هي يكتشف ان هي حامل ولا لا، فانا ما اعرفش بصراحه اللي اطلع على كتب الطب وكتب ابوكرات وكتب مش عارفه جالين وكتب ويعرف كرويه الارض ويعرف كل حاجه في الدنيا، بس ما كانش يعرف يا جماعه ان الواحده وهي حامل ممكن تجد نفسها عادي لو هي مش عايزه الحمل ده، يعني سبحان الله، يعني حاجه مش معروفه بصراحه في ايامها. فليه الرسول انتظر شهر؟ ليه واحد عايز يحفظ ماء وجهه وعايز يقول للناس ان مراتي طاهره وبريئه ومش مستحيل تخوني وكذا وكذا، فليه يستنى شهر؟ بتقولوا برضو ان هو يعني خاف ان هو يجازف، ما انا قلت كان ممكن ان هو لو طلعت حامل ان هي ان هو اي يعني يجهضها وكده. وبعدين لما هو جازف كتير، جازف ان هو قال ان ابو بكر ابو لهب مش هيأسلم، جازف لما قال ان الروم هتنتصر، جازف لما اتكلم عن فتنة عثمان، جازف عن حاجات كتير، فليه ما جازفش بشهر؟ يعني شهر يعني مش حكاية، كان ممكن يعدي وما يحصلش حاجة، خصوصا اصلا ان السيدة عائشة كانت متجوزة الرسول بقالها تقريبا 4 أو 5 أو أكتر سنين، يعني كان يعني ما حصلش حمل، فطبيعي هو عارف ان هي مش بتحمل. لو القرآن من كلام ربنا، من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ليه تألف 9 آيات عشان يبرأ يهودي اللي هو زيد بن السمين ويدين المسلم طعمة ابن أبي رق، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، إلى آخر الآيات، 9 آيات بيبرأ فيها يهودي، اليهود اللي هم يعني كفروا به و عدوه وعملوا تحالفوا مع الكفار على قتله. لو القرآن من تأليف الرسول، ليه ألف آيات بيعاتب فيها أبو بكر عشان منع النفقة عن مصطح ابن أثاثة لأنه خاض في عرض السيدة عائشة؟ كان المفروض يقول له سيبك منه، ما عادش تديله حاجة، سيبه يموت من الجوع إن شاء الله ما قعد، ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لو القرآن من تأليف الرسول، ليه في ألف آية بيعاتب فيها نفسه علشان هو عبس في وجه رجل أعمى وما شافوش أصلا الرجل ده، ولا كان هيعرف إن الرسول عليه الصلاة والسلام عبس في وجهه إلا لو الآية ديتي نزلت؟ لو القرآن من تأليف الرسول عليه الصلاة والسلام، ف يعني مثلا من ضمن الحاجات ان هو يعني ليه، يعني السبب من الأسباب، ليه القرآن، ليه الرسول عليه الصلاة والسلام يضطر ان هو يدعي النبوة؟ مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش محتاج لأي حاجة. لو انتوا هتقولوا ان هو كان عايز سلطة، كان عايز نساء، كان عايز مال، كان عايز كل حاجة، كان استجاب للمساومة بتاعة الكفار لما عرضوا عليه كل ده مقابل ان هو يسيب الدعوة او على الاقل يتركهم ودينهم، ومع ذلك رفض. هتقولوا انه كان خايف ان هو يتفضح، هقول لك الطماع متسرع وعايز يوصل في اسرع وقت ممكن، مش هيستنى 13 سنة في مكة وبعدها 10 سنين وهو عنده عرض. يعني قالوا له ايه؟ قالوا له ان كنت تريد، انما تريد بما جئت به من هذا الامر مالا جمعنا لك من اموالنا حتى تكون اكثرنا مالا، وان كنت تريد به شرفا سودناك علينا وحتى لا نقطع امرنا دونك، وان كنت تريد به ملكا ملكناك عليك. ما استجابش لهم. طب ما هو لو واحد طماع مش هيفضل المده دي كلها عشان يوصل لهدفه. لو كان كذاب واتجوز اكتر او 9 مرات او اكتر، كانت طلعت واحدة بس من زوجاته فضحته وفضحت كذبه، لكن ما فيش واحدة، حتى السيدة عائشة اللي قلته كذا وكذا، هي اللي كانت بتشهد باخلاقه، تشهد انه هو عمره ما يد ايده على واحدة فيهم. السيدة صفية اللي قلته ان هي اغتصبها، هي نفسها قالت ما رأيت احد احسن خلقا من الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب
استفاد ايه القرآن الرسول عليه الصلاة والسلام من دعوته؟ لا كان بيلبس افخم الثياب ولا بنى قصور ولا عاش افضل من اللي عاش عليه قبل الدعوة، بالعكس كان دايما زاهد في حياته، ويعني مظاهر الزهد ده كانت كتيرة جدا. طيب في مثلا ان الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان مدعي كان عنده طريق، يعني كان عنده فرصتين كبار جدا وعظام جدا ان هو يستفيد منهم، لو هو طامع او عايز يستفيد من السلطة، زي ان الفرصتين دول لما المسلمين اثروا ثمامة، وبعد كده الرسول عليه الصلاة والسلام، ثمامة ده ابن أثال كان أمير من أمراء اليمن، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني لما عرض أو بيكلمه كده فقال له إيه، عرض عليه قال له اطلب اللي أنت عايزه، إن تسأل تعطى، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا مثلا كان ممكن يسأل، ده أمير ومعه يعني عنده ملك عظيم وكده، كان ممكن ياخد اللي هو عايزه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه إن هم يعتقوه، وكان ده سبب من أسباب إن هو دخل الإسلام. ولما فرض ثمامة حصار اقتصادي على قريش برضه ووقف تصدير القمح ليهم، كانت قريش هتهلك ساعتها، والرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي طلب منه ان هو يرجع يعني يصدر لهم القمح تاني، كان ممكن برضو ساعتها يساومهم ان هم يدخلوا الاسلام مقابل مثلا ان هو يرجع يبدلهم يصدر لهم القمح، او يسيبهم يستغل الفرصه دي ويخلص منهم بما ان هم بيعادوه وبيحاربوه. فيعني ما اعرفش اي منفعه الرسول عليه الصلاه والسلام استفاد منها. لسه معايا وقت؟ صار لك 13 دقيقه. 13 دقيقة. طيب تمام، أنا يعني عشان ما أخدش أكتر من وقت. شكرا، هذه أيضا مداخلة الأخيرة، شكرا لك على هذه المداخلة. الحقيقة أن النبي محمد استفاد كثيرا من الدعوة الإسلامية، يعني أولا هو كان يأخذ الخمس، خمس الغنائم كان يأخذها وينفقها كما يشاء، لأنه طبعا هو وكيل الله على الأرض. وأيضا لا ننسى أيضا أن السيدة عائشة بالفعل يعني كشفت أن النبي محمد هو ليس نبيا وإنما هو مدعي، بدليل أنه عندما نزلت الآية التي تقول ترجو من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن إلى آخر الآية. كلحظة أعتقد أن الآية نعم، على كل يعني هناك آية التي وهبت أنفسهن، لما نزلت الآية في الواهبات أنفسهن ماذا قالت عائشة؟ قالت لا أرى إلا أن إلهك يسارع في هواك، يعني يسارع في رغباتك. طيب إذا كان الله يسارع في رغبات النبي محمد، يعني ما على ماذا يدل هذا الشيء؟ هذا يدل على أنه ليس نبيا، يعني هذه نعم الآية هي الأحزاب الآية 50 حيث يقول وإن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، يعني شوف حتى الأسلوب ركيك، يعني يذهب من الخطاب الغائب إلى خطاب النبي الحالي، يعني يخاطب محمدا خالصة لك. وأيضا يعني لو كان محمد قبل عرض قريش لاكتشف الجميع أنه مدعي نبوة، ولهذا كان من الطبيعي أن يرفض عرض قريش. وعلى فكرة قريش لم تضطهد محمد هو الذي أراد أن يقيم فتنة وأراد أن يدمر الأصنام، وكان يسخر من آلهة قريش وأبائهم
أجدادهم. وتخيلوا أنه وهناك عشرات الأحاديث عن أنه حتى أبو النبي محمد يعني عبد الله هو في النار وأمه في النار. هناك من الفقهاء من يقول بهذا مستندين إلى أحاديث. لماذا؟ لأن محمدا كان يعني يعتبرهم كلهم كفار، كل من أتى قبل محمد هو كافر، بينما يأتي آخرون ويقولون بأهل الفترة ولا أعرف يعني يعتننا بهذه التأويلات. الأمر الآخر أن القرآن كتاب لا يعكس سوى بيئته، هو يعكس بيئة ذلك الزمن. يعني نجد أن القرآن حتى يحلل نكاح الطفلة يعني، وهذا ما فعله محمد عندما تزوج عائشة، وهناك أحاديث تثبت هذا الكلام، وهناك فقه كامل حول هذا الكلام أنه في الإسلام يجوز أن تأخذ الطفلة بمجرد أن يأذن أبوها. يعني تخيلوا الطفلة المسكينة بمجرد أن يأذن أبوها يعني يتم تزويجها ونكاحها. يعني محمد خطب عائشة وعمرها 6 سنوات. أنا لا يعنيني إن كان هذا عملا وافقت عليه قريش أو اعترضت عليه قريش، أنا لا يعنيني هذا الأمر، لأنه لو صح هذا الأمر فالإشكال لا ينتهي. هو يعني فقط أن محمد هو ابن البيئة، هو ابن بيئته، أن دينه لا يصلح لكل زمان ومكان. لو كان المسلم واقعي ويعتبر القرآن أنه إنتاج بيئته، وهذا ما كان يقوله المعتزلة، وهؤلاء المعتزلة كانوا هم العقلاء في تاريخ الإسلام، لو كانوا المسلمون يقولون بهذا الكلام لكان حالهم أفضل، لأن القرآن هو بالفعل لا يفهم إلا إذا قرأناه بعيون القرن 7 الميلادي. يعني محمد هو ابن تلك الفترة، ولذلك تجد القرآن يعكس البيئة الصحراوية الجافة، ولا يعني لا يناسب لكل البيئات، لا يناسب البيئة السويدية والأوروبية والصين مثلا أو الهند. والقرآن نفسه لا يعرف شيئا عن بوذا أو الهندوس أو الأمريكتين. القرآن يجهل كل هذه العوالم، كل هذه الشعوب، كل هذه الآلهة يجهلها. هو فقط ابن البيئة التي ولد فيها. لذلك الدليل المنطقي والعقلي يقول أن كل كتاب موجود على الكرة الأرضية هو صناعة بشرية. أي ادعاء آخر يحتاج إلى دليل، ودليل يجب أن يكون قوي وليس دليل يعني قابل للدحض أو النقاش أو التأويل. وأغلبية هذه النصوص التي تناقش يعني التفاسير تقول بغير ذلك. لو رجعنا إلى التفاسير نجد أن غالبية التفاسير تقول أن ذو القرنين هو الإسكندر الأكبر، وهذا موجود حتى في تفسير الجلالين حيث يقول ذو القرنين ويقول وهو الإسكندر نصا موجود. وأنا عندي حتى حلقة كاملة على هذه النصوص على قناتي سوشو. وأنا أشكرك يا سيدتي على استضافتي وعلى أسلوبك المحترم والرائع والجميل. أنا أحييك على هذا الأسلوب، ويا ريت يعني لو كل المسلمين يعني مش زي محمد عادل يعني للأسف يعني اللي أظهر الجانب السيء من المسلمين، لكن أنت يا سيدتي يعني أنا أحييك على هذا الأسلوب الجميل والراقي. تحياتي لك، وهذا نهاية مداخلتي، تفضلي. تمام.
تمام، انا بشكرك، ويعني اعتقد ان احنا دي كانت المداخله الخامسه، بس يعني انا هاخد، يعني بما انك طرحت بس شبهات وكده في الاخر، وكان المفروض ان احنا ما نقولش شبهات، يعني كانت ترد بس على الحاجات اللي انا قلتها، فانا ممكن اخد 5 دقايق ارد فيهم على الحاجات اللي انت قلتها بسرعه. يعني مثلا انت بتقول ان السيده عائشه قالت ترجم من تشاء، فقالت ارى ربك، ما ارى ربك الا يسارع في هواك، فده دليل ان هي بتقول ان هو مش الرسول. ما هي نفسها برضو اللي قالت ان هي كانت ترى الرسول عليه الصلاه والسلام لما بينزل عليه الوحي، وكان يتفصد عرق، وكان في اليوم الشديد البرد، وان حتى الدبه بتاعته كانت يعني بتقع على الارض من شده الوحي وكده. قلت ان هو كان بياخد الخمس، ما هو برضو قال والخمس مردود عليكم، وقلت ان هو اتجوز كتير، ما اعرفش هو كان يعني كان محتاج يدعي النبوة ليه عشان يتجوز. هو في حاجة، هو كان في قانون قريش حاجة تمنع الجواز ب 100 واحدة مثلا؟ ما اعرفش بصراحة ايه اللي يخليه يستنى لما يبقى عنده حاجة و50 سنة عشان يتجوز. ايه السبب، ايه السر في كده؟ يعني ايه المانع اللي كان موجود في بيئته عشان ما يتجوزش غير لما يدي النفس، لما يدعي النبوة عشان يدي لنفسه الامر ان هو يعني الف ايه لنفسه عشان يتجوز؟ ايه المانع؟ ما اعرفش بصراحة. فقلت برضو عشان ما كانش ينفع يوافق على المسمى بتاعتهم عشان ما يكتشفوش انهم مدعين. ما انا قلت لك ان الطماع بيبقى متسرع، او النصاب بيبقى متسرع وعايز يوصل في اسرع وقت، فكان لازم يعني يقع، كان لازم يقع في الفخ. بتقول ان هو قال على اهله في ابوه وامه في النار، ما ان النار دي النار والجنه مش بتوعه، مش ملكه، مش تحت تصرفه، لها شروط. يعني بتقول بيعكس بيته نكاح الطفلة 6 سنين، والرسول ما اتجوزش السيدة عائشة 6 سنين، اتجوزها وهي عندها 9 سنين، وهو كتب يعني كتب عليها 6 سنين واتجوز 9 سنين. فاحنا برضو بنسألكم ليه هو استنى 3 سنين؟ ايه السر برضو اذا كانت 6 سنين و9 سنين بالنسبة لكم زي بعض، فايه السر ان هو يستنى 3 سنين؟ وقلنا ان ما فيش آية في القرآن بتقول ان البنت بتتجوز امتى. يعني انت تقبلين واحدة تتزوج عمرها 9؟ في انا جدتي اتجوزت وهي عندها 11 سنه يعني عادي. فده ما الكلام ده كان أجدادنا كانوا يعني قبل 1,000,000 سنة زي الحيوانات، يعني هذا الشيء ليس دليل على أن وربك العمل صحيح. الموضوع ده قبل كده. القرآن او الاسلام ما بيحطش سن للجواز، بيحط شروط للجواز اهمها انه لا ضرر ولا ضرار، وهذه وان كارثة يا سيدتي. تستأذن المرأة لو كانت، يعني كيف يعني تستأذنين طفلة يا سيدتي؟ هي تستأذن، طفلة. لازم تكون عقل، يعني لازم تكون تعقل. والسيدة عائشة نفسها قالت ان لو كيف البنت بلغت 9 سنين فقد يعني يا بلغت. سيدتي؟ يعني البخاري ينقل نصا عن عائشة كلامها أنها كانت تلعب بالدمى، يعني طفلة هذه تلعب في انا كبيرة، المراجيح، انا كبيرة وهي لا واكبر تعرف ما هو من كده. الزواج، هي لا تعرف ما هو الزواج. ايه هو الزواج ازاي؟ ما المسؤولية ولا يعني ايه؟ ايه يعني ازاي انت يعني تخيلي لو هي صارت حامل وعمرها 10 سنوات ما ده كان بيحصل، كان بيحصل بالفعل. ايه اذا المانع؟ نعم يا سيدتي، اذا الاسلام هو ابن البيئة، هو على ابن فكرة البيئة. في أمريكا، في اللي حضرتك عايش فيها، بيسمحوا للبنت إن هي تتجوز وهي عندها لا 11 سنة، بيسمحوا لا لها لا إن هي لا تتجوز لا، 11 سنة. في بشرط فرنسا بيدوا بشرط يا للبنات اللي سيد في الحاجات دي بيعطوهم حبوب لمنع يا الحمل. سيدتي يا سيدتي، بشرط أن دي يعني يكون 10 الذي أن يكون الذي يتزوجها شخص إيه. قريب من عمرها، يعني إذا هي 10 هو 12 يمكن، أما أن يأتي رجل 50 كما في الإسلام، رجل 50 يتزوج طفلة عمرها 9 سنوات، هذه كارثة أخلاقية. قلت على الموضوع ده قبل كده، وقلت حتى الرسول نفسه رفض ان بنته تتجوز. طيب خلينا نبقي هذا الموضوع لحلقة أخرى. أنا أفضل انا أن بحل ننهي إيه، يعني ممكن ابقى احط ان شاء الله رابط الرد على السؤال ده في التعليقات ان شاء الله، لان انا رديت على السؤال ده ازاي الرسول يتجوز وهي أنا عندها. عارف أنه المسلم لازم يرد في النهاية، وإذا تمام، فالكلمة الأخيرة لك، تفضلي. عنده رد على كل حاجة، حتى الأسئلة الوجودية. العلم لحد الآن يعني لسه لم يكتشف. أنا بشكرك علشان ما نطولش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشكرا لك، وأشكر المشاهدين المحترمين أيضا. إلى اللقاء. شكرا.
شكرا.